صباح الخير وصباح الهنا والسعاده وحلقه جديده وعشر الصبح في الاهلي. دايما بنحب ان احنا يعني ندي طاقه ايجابيه لنفسنا ولحضراتكم دايما ونامل خير باذن الله. والنهارده زي ما بيقولوا كده يعني هي مش مباراه عاديه او مش يوم عادي. النهارده بنتكلم في اكون او لا اكون النجمه العشر. يا رب ان شاء الله الاهلي هيكون. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي, صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. بدايه حلقه جديده من عشر الصبح في الاهلي. زي ما نهاوند بتقول النهارده طبعا يوم مهم جدا ويوم مختلف, مباراه مهمه ما عندناش فيها مساحه ولا رفاهيه ان الموضوع ما يبقاش عند حسن ظن الجماهير من الاخر كده عشان نختصر الكلام الكتير. طبعا حلقه النهارده اكيد هنتكلم من خلالها وبالتفصيل على الكثير من الامور المرتبطه والمتعلقه بمباراه النهارده اللي بنتمنى اكيد لكل لاعبين النادي الاهلي كل التوفيق فيها ان شاء الله. نبدا بقى التنويه عن فقراتنا زي ما متعودين مع حضراتكم. هيبقى معانا فقره مع ابطال الاهلي في العاب القوى ده تحت 20 سنه, فقره اخرى مع الكابتن احمد عبد الفتاح لاعب الاهلي السابق, واكيد ما تنسوش بما ان احنا بنتكلم عن في مباراه بالليل فتبعتوا لنا بقى توقعاتكم لمباراه اليوم بين الاهلي وفيتا كلوب. طبعا هينزل يعني السؤال على السوشيال ميديا على صفحه الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. ابعتوا لنا هنا التوقع وهنعرضه في اخر الحلقه. ومش عايز تقول كده توقعك؟ لا بلاش, انا بقى بقول لك ايه, انا طلعت في الاخر شخص فقري كل ما بقول حاجه بتحصل عكسها, فابعدوه. مش من مصلحه النادي الاهلي ان انا اتوقع نتيجه الماتش. هو كل الاحوال ان شاء الله المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 3 عصرا بتوقيت القاهره, ودي في حد ذاتها نقطه من النقط اللي اكيد هنتوقف عندها أكيد. في الجزء الثاني من حلقه النهارده. كلام سليم. نبدا بقى مع حضراتكم كده واخبار سريعه عن النادي. بنتكلم هنا كمان عن تفاصيل اجتماع لجنه التخطيط ومدير القطاعات مع كابتن محمود الخطيب رئيس الاهلي وكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي. كشف بقى هنا عن تفاصيل الاجتماع اللي شهد مناقشه بعض الامور الخاصه بالفريق الاول وكمان قطاع الناشئين والاكاديميات وكمان اكتشاف المواهب بهدف تدليل العقبات امام مدير الادارات لتنفيذ جميع الخطط اللي تم الاتفاق عليها قبل بدايه الموسم. رئيس لجنه التخطيط قال ان الاجتماع شهد حضور خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وعبد المنعم شطه رئيس الاكاديميات وفتحي مبروك رئيس لجنه اكتشاف المواهب, امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق, وتم استعراض فيه كافه يعني الصعوبات اللي بتواجههم في الفتره الاخيره وكمان الاستماع ليه وجهات النظر الخاصه بكل اداره. قدموا كمان خليني اقول لحضراتكم تقارير عن العمل في الفتره السابقه مع كمان مناقشه لكافه المقترحات اللي كانت مقدمه من جانبهم. واشار صالح الى انه تم كمان مناقشه خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في احتياجات جميع الفرق اللي بتشارك في بطولات الجمهوريه التابعه لاتحاد كره القدم, وبحث كمان التدعيمات اللازمه لبعض الفرق بسبب هنا بعض النواقص الخاصه باصابات اللاعبين او الظروف كمان التدريبية المختلفة. تم تكليف برضو خليني أضيف هنا وأقول لحضراتكم فتحي مبروك مدير إدارة اكتشاف المواهب بترشيح عناصر جديدة كمان لمختلف الفرق. كمان وفي خلال نفس الاجتماع تم استعراض موقف جميع فرق الناشئين اللي بيتصدر اغلبها الحقيقه المسابقات اللي بتشارك فيها. كمان استعرضوا الاسماء البارزه من اللاعبين اللي ممكن يتم تصعيدهم للفريق الاول ووضعوهم تحت الملاحظه عشان يعني يقدروا يكونوا صوره كامله عنهم من الناحيه الفنيه, من الناحيه البدنيه, من الناحيه السلوكيه, وتقديم كافه المعلومات عنهم للفريق الاول. اكد رئيس لجنه التخطيط انه تمت مناقشه عبد المنعم شطه في افتتاح فروع جديده للاكاديميات بمناطق جديده وما يتطلبه ذلك من ملاعب وأجهزة تدريبية وملابس, مؤكدا أن هناك خطة لافتتاح أكاديميات جديدة في العديد من المناطق في جمهورية مصر العربية والأمور تسير بشكل جيد جدا. وقال كمان كابتن محسن صالح أنه تم استعراض ملف تسويق اللاعبين مع أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق, وتم طرح وجهات نظر جديدة في عمليات انتقال اللاعبين سواء كانوا اللاعبين المنضمين يعني للنادي او المطلوب اعارتهم او فتح باب الاحتراف الخارجي امامهم وكيفيه تطبيق هذه النظريه. طيب خليني بقول لحضراتكم او نروح لنقطه كمان مهمه. كنا بنتكلم عن دعم النادي الاهلي لذوي الهمم ويمكن عرضنا كمان معاك تقرير امبارح يا كريم. بس احنا بنتكلم ان ده مش بيتم بس مع ابناء النادي واللاعبين من ذوي الهمم, لكن احنا بنتكلم من جمهور وعشاق النادي الاهلي في العموم. الخبر اللي هنقوله عن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي استقبل امبارح اثنين من ذوي الهمم هم تحديدا عمر ايمن واحمد مصطفى, تقت الصور التذكاريه معاهم وده واضح اكيد في التقرير.
الكبير، وحصل كمان ان هم طلبوا تحقيق الامنيه واستجاب الكابتن محمود الخطيب للامنيه دي ان هم كانوا عايزين يعني يقابلوه، ومنحهم كمان هديه تيشيرت الاهلي اللي بيحمل توقيعه، ويعني كان بيدعي لهم بالصحه والعافيه وقعد يتكلم معاهم. اعتقد لمسه يعني جميله جدا ان هي تتم، وان دلت على شيء فنرجع نقول تاني بتدل على اخلاق وكيان النادي الاهلي. صحيح، مليون في المية لقطات جميلة جدا فيها بعد إنساني، وفيها بقى قيم النادي الأهلي المتوارثة اللي بتتوارثها أجيال وراء أجيال، الاحترام ويعني نكران الذات وإيثار الآخرين والاهتمام بأصغر مشجع من مشجعي النادي الأهلي بنفس قدر الاهتمام بأكبر لاعب من لاعبي النادي الأهلي. بالمناسبة الحكاية كانت لما الطفل عمر أيمن نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الفيسبوك، وتمنى فيه يعني مقابلة رئيس النادي الأهلي والسلام عليه، وبناء على ده تم تحديد الموعد بعد ساعات قليلة جدا من الفيديو اللي بثه هذا الطفل الموهوب في كرة القدم عبر حسابه الشخصي. وعقب مقابلة الكابتن محمود الخطيب قام الثنائي عمر أيمن وأحمد مصطفى بجولة تفقدية داخل النادي الأهلي، والتقطوا من خلالها الصور التذكارية بجوار دولاب البطولات ومع كأس دوري أبطال إفريقيا، وكمان اتصوروا في ملعب التتش، وبطبيعة الحال عبروا عن سعادتهم الكبيرة بمقابلة الكابتن محمود الخطيب. وبمجرد فكرة ان هم متواجدين داخل النادي الأهلي نادي القرن وبطل إفريقيا والمتوج ببرونزية مونديال الأندية، وتمنوا ان يحالف النادي الأهلي كل التوفيق وان يتوج بجميع البطولات المقبلة لا سيما البطولة العشرة إفريقية ان شاء الله. يعني انا بتمنى فعلا بقى ان احنا كلنا نتعامل مع ذوي الهمم يعني بشكل فعلا انساني بزياده، يعني لو كنا بنتعامل بانسانيه وباحترام مع بعض انا بتمنى ان احنا كمان نعاملهم بزياده في المشاعر وفي الحب طبعا. وفي الاهتمام، لان الناس دي بجد كلمه والله العظيم بتفرق، اللي بتضحك في وشهم بتفرق. وخلي بالك بقى الناس دي بتبقى ذوق جدا، بتبقى لذيذه جدا وبتبقى طيبه جدا، فيعني خلينا نساعدهم. الناس دي ملهمه طبعا. جدا والله طبعا العظيم. احنا عرضنا نماذج كتير في 10 الصبح في الاهلي، يعني النماذج زي كده محترمه وملهمه جدا، وحكولنا القصص وقد ايه كان عندهم كمان اراده يمكن احسن من اي حد تاني. صحيح. يعني فكره ان انت بتتحدى اي صعاب حتى لو صعاب دائمه، يعني في صعاب بتبقى يعني وقتيه وفي حاجات ما بتقدرش تغيرها، فاحنا بنتكلم عن حاجه هم مش هيقدروا يغيروها، ولكن تحدوا هذه الصعاب ووصلوا ان هم برضو يحققوا احلامهم. فنتمنى دايما ان احنا يعني نتعامل معهم بشكل فعلا انساني بزياده زي ما انا قلت. على كل حال عايزه بقى اروح مع حضراتكم لملف، وهذا الملف برضه او هذا الخبر يعني كانت ناس كتيره جدا على السوشيال ميديا وتحديدا تويتر امبارح بتتساءل، لان بنتكلم عن يعني البطوله العاشره، وبنتكلم تحديدا عن مباراه الاهلي وفيتا كلوب. النادي الاهلي تقدم امبارح لو حضراتكم تابعتوا طبعا باحتجاج رسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم. ليه بقى؟ لايقاف قرار نادي فيتا كلوب باقامه مباراته مع الاهلي في دوري الابطال بحضور جماهيري، وده كان بصراحه لما سمعناه غريب جدا. طب ليه غريب جدا؟ لان ده بيخالف كل قواعد العداله وكمان تحقيق مبادئ التكافؤ والفرص. ليه الاحتجاج ده؟ الاحتجاج ده جه علشان تزامنا مع إعلان العديد برضو من مسؤولي الكاف مؤخرا عن إقامة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري. طيب لما أنت بتتكلم في حاجة زي كده وبتضيف هنا أن أنت بتتكلم من منطلق برضو حرص على المساواة بين الفرق المتنافسة، وبعدين تيجي أنت كفريق رايح خلاص يعني بتحضر نفسك لبطولة أو لماتش قوي جدا وعلى أساسه هيترتب حاجات كتيرة جدا، وتفاجأ بقرار زي ده، برضو ده شيء أعتقد غريب جدا، ومن حق النادي إن هو يعترض على حاجة زي كده. غريب وغير متوقع وغير منطقي، وفي غير منطقي فعلا، يعني مش عارف، يعني الواحد مش عارف ينتقي الكلمات المناسبة للحدث، بس فعلا يعني شيء عجيب. وعايز أقول لحضراتكم اللي زود على ده أو اللي زود الطين بلة زي ما بيقولوا في الأمثال، إنه سبق وإن النادي الأهلي خاض مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور 25,000 متفرد من جماهيره، طبعا في الوقت اللي لم يتم فيه السماح لأي عدد من جماهير النادي الأهلي في المباراتين اللي أقيموا بالقاهرة مع المريخ السوداني لو حضراتكم تفتكروا يوم 16/2 وكمان مع فيتا كلاب يوم 6/3. جاء في احتجاج النادي الأهلي أيضا أن نادي فيتا كلاب أعلن على لسان مديره الفني أنه حدد موعد انطلاق مباراته مع النادي الأهلي في 2:00 ظهرا بتوقيت الكونغو، يعني 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة، وده طبعا في درجة حرارة تتجاوز 33 درجة،
وعلى درجة عالية جدا من الرطوبة المرتفعة، وعلى ملعب نجيل صناعي اللي طبعا حضراتكم عارفين لعيب في النادي الأهلي لم يعتادوا على اللعب في هذه الأجواء ولا على مثل هذه الأرضيات من أرضيات الملاعب. ردا على إقامة مباراة الذهاب بين الفرقتين في القاهرة في 9 مساء في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم فيه الكاف ان هو اللي حدد موعد انطلاق مباريات النادي الاهلي اللي اقيمت في القاهره، وبالمناسبه وطبعا من بينها مباراه فيتا كلاب، وطالب النادي الاهلي في احتجاجه بحفظ حقوقه في مواجهه قرار نادي فيتا كلاب الخاص بالحضور الجماهيري واللي بيخالف بالفعل كل قواعد العداله بين الفرق المتنافسه. طيب خلينا ننتقل برضو لنقطة أخرى، يعني زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة، يعني إحنا بنتكلم في أكون أو لا أكون النجمة العشرة، فأكيد لا بديل عن الفوز النهاردة مهما كانت أو كلفتنا الأمور. الأهلي بنتكلم برضو بنأكد إن شاء الله هو مستعد بقوة، باتسو موسيماني كمان المدير الفني للفريق يعني كان أكد الكلام ده وقال مفيش بديل عن الفوز، حصد نقاط المباراة الثلاثة عشان نكمل بقى مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي بيحمل لقبه. موسيماني كمان أضاف المؤتمر الصحفي بالأمس إن الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز، وإن الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية في القاهرة أمام فيتا كلوب، لكنها كرة القدم اللي أحيانا بتأتي بنتائج عكس سير المباريات. الحقيقة في صعوبات كتير قوي في رحلة الكونغو بتواجه النادي الأهلي، أكيد من بينها درجات الحرارة العالية، الرطوبة المرتفعة، لكن برضو الظروف الصعبة دي كلها يعني زي ما قال كابتن موسيماني نفسه لن تزيدنا إلا حماسا وإصرارا على الفوز. موسيماني استشهد باللي حصل في الموسم اللي فات للتأكيد على قدرة النادي الأهلي على التأهل للدور التالي، وقتها لو حضراتكم تفتكروا الأهلي تأهل لربع نهائي البطولة في آخر جولة لدور المجموعات بعد ما تعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن تم تتويجه في نهاية الأمر بلقب البطولة في النهاية. لاحظ كمان يا كريم حاجة، يعني هنرجع نأكد تاني أو نقول تاني لأن ده واقع، يعني إحنا عندنا هنا أو الأهلي بيواجه غيابات كتيرة جدا، لكن هو بيشتغل سريع، ودايما إحنا بنتكلم إن إحنا بنشتغل على تجهيز 11 لاعب للمشاركة وتمثيل الأهلي على أفضل ما يكون. وأكيد موسيماني كمان هو أكد إن هو مش هيدفع بأي لاعب مصاب إلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة في المباريات، وأعتقد دي برضو نقطة في غاية الاحترام. وحنأكد مرة تانية ونقول يعني فريقنا مستعد بشكل جيد لمباراة النهاردة بإذن الله، الجهاز الفني كمان بيشتغل على أدق التفاصيل من أجل تحقيق هنا هدفه والفوز على الفريق الكونغولي. أنا بس عايز أقول حاجة ولا بلاش التوقعات دلوقتي، اصل انا عندي توقعات كنت عايز اقولها في البدايه. طب هقول لك على حاجه حلوه، انا في اخر مباراتين حصلوا انا قلت لك توقعاتي وطلعت والدنيا ظبطت. خليني اقول التوقعات مع حضراتكم بس مع الفقره بتاعت السوشيال ميديا لما الناس تبعت لنا، ايه رايك؟ ماشي. انا حاسه بحاجه وحسيتها دلوقتي اكتر وانا بقرا الخبر ده، بس ماشي. يا مسهل الحال، طبعا يعني اكيد كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي وان كل واحد فيهم على حده على قدر المسؤوليه، وان عندهم كمان خبرات سابقه لمواجهه الظروف اللي بنتكلم عنها واللي بنشتكي منها زي درجات الحراره المرتفعه، ارضيه الملعب. طبعا سبق ليهم قبل كده اكتر من مره ان هم تجاوزوا العديد من المواقف الممثله بنجاح، بل وبنجاح مدوي في بعض الاحيان. وزي ما قال الكابتن محمد الشناوي النادي الاهلي بيمتلك جميع الاسلحه اللي بتؤهله لتحقيق الفوز، وبطبيعه الحال على راسها الدوافع المعنويه وخبرات اللاعبين والقدرات الفنيه والدعم الجماهيري اللي ملوش حدود. كمان قال كابتن شناوي اتفقنا كلنا، طبعا يقصد هو وجميع اللاعبين، على التحلي بشخصيه الاهلي وروح الفريق الواحد من اجل الفوز والعوده للقاهره بالنقاط الثلاثه بصرف النظر عن اي صعوبات ممكن يواجهوها. طيب احنا لغايه هنا اعتقد هنكتفي بالاخبار عن المباراه، ولكن الحديث اكيد مستمر في الفقره الاخيره هنتكلم فيها بشكل يعني مفصل مع كابتن احمد عبد الفتاح لاعب الاهلي السابق، وفي كلام كتير جدا اكيد حابين نعرف تحليله بخصوصه. ننتقل بقى لموضوع تاني، وزي ما احنا عارفين معلش احنا يعني هنزهقكم شويه بس ده يعني واقع الامر، شهر مارس معروف بانه شهر المراه زي ما بيتقال كده، أكتر من مناسبة فيه، بداية من 8 مارس هو يوم المرأة العالمي، بعد كده عندك النهاردة 16 مارس هو يوم المرأة بقى تحديدا هنا المصرية. طيب ليه؟
بنتكلم هنا، وطبعا ده غير يوم 21 مارس عيد الام، بس ليه بنتكلم ان المراه المصريه بتحتفل بيوم 16 مارس؟ اكيد في سبب لده. احنا بنتكلم السبب هو تخليدا لذكرى ثوره المراه المصريه ضد الاستعمار اللي كان 1919، مع ثوره يعني 1919 لما وقتها تظاهرت 300 سيده واكثر كمان بقياده هدى شعراوي، ورفعوا اعلام الهلال والصليب، كان ضد الاحتلال البريطاني والاستعمار، واعتقد حاجه او يعني تاريخ عمرنا ما هننساه، واسفرت الاشتباكات مع قوات الاحتلال في 16 مارس 1919 عن سقوط مجموعه كبيره جدا من الشهيدات المصريات بعدها بكام سنه، وتحديدا بقى يوم 16 زي ما احنا بنتكلم، بس عام 1923 تم اعلان تاسيس اول اتحاد نسائي في مصر بقياده هدى شعراوي، واللي من خلاله بقى رفعوا مطالبهم لتحقيق المساواه السياسيه والاجتماعيه للمراه. يوم 16 مارس يوم مهم بطبيعة الحال، وبالمناسبة في نفس يعني أو بنفس التاريخ ده ولكن في سنوات أخرى، يعني يوم 16 مارس من عام 1928 دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الجامعة. يوم 16 مارس سنة 56 حصلت المرأة المصرية أيضا للمرة الأولى على حق الانتخاب والترشيح بعد طبعا إقرار الدستور سنة 56، وما زالت المرأة المصرية إلى يومنا هذا بتحصد المزيد من المكاسب كل عام وفي كل مجال وعلى كل الأصعدة، خصوصا خلال السنوات الأخيرة اللي طبعا شهدت خطوات عديدة في ظل القيادة السياسية لدعم المرأة المصرية. هنفضل نقول طول الشهر كل سنة وكل حضراتكم طيبين، كل سنة وكل سيدات مصر بخير وسعادة يا رب. مش هعلق بقى انا، خلاص علقنا كتير. اجمل التهاني وراء الامنيات، وبعدين الشهر شهركم انتوا براحتكم، معاكي مارس لغايه اخره نتكلم فيه عن المراه المصريه زي ما بتعيد. في ناس بتقول السنه كلها بتاعتنا، مش حاسه بده، لا مش حاسه بده يا جماعه، بس ماشي. خلينا بقى ننتقد دلوقتي حاله الطقس والتوقعات، مش عارفه النهارده الكلام مش طالع. بس الطقس طالعه منك تجنن، اقسم بالله ما اتقالت قبل كده. لا في حاجه في الاوقات بتحصل. لا بتحصل بس رفايع رفايع. حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره ونرجع نكمل. دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور في البدايه طبعا صباح الخير على حضرتك. طبعا خير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بيك. اهلا بيك دكتور محمود. اسمح لي قبل ما نخش يعني على توقعات اليوم او اليومين الجايين، انا عايزه لو ينفع تقول لنا على يوم الجمعه، لان فاكر امبارح كان في واحده من جمهورنا يعني بتسال يوم الجمعه تحديدا هيبقى الجو ايه، لان فرحها. ايوه صح. فانا وعدتها امبارح وعدتها امبارح ان حضرتك هتكون معانا النهارده على التليفون، ولو في يعني اخبار عن يوم الجمعه الطقس هيبقى عامل ازاي عشان نطمنها بس فرح هيبقى الجو فيه ايه. اتفضل يا دكتور. يعني طبعا لا احنا بنبارك لها في الاول، وان شاء الله الفرح هيكون الجو فيه جميل جدا، خصوصا احنا عارفين الافراح دايما في فترات الليل. لسه برضو الجو بتاعنا لسه فيه بروده شويه في فترات الليل، خصوصا بالليل الساعات المتاخره من الليل، فيعني الجو يعتبر بارد في فترات الليل. بقيه اليوم الكوافير بقى وبحاجات اللي بالنهار لا الجو نطمنها على المكياج، الجو مش حر جامد، لا الجو عادي زي النهار 23 24، اجواء مستقره بشكل كبير، ما فيش تسخين الحمد لله. نبدا الرفع درجه الحراره سبت وحد واثنين. طب هايل يعني هي لحقت. لحقت. طب والله فعلا اخر يوم هتبقى لحقت اخر يوم في الشتاء، لان اخر يوم في الشتاء جمعه. اخر يوم في الشتاء يوم الجمعه، يوم السبت ان شاء الله. يوم السبت بتهيألي يا دكتور محمود الربيع بتاعنا من يوم الاحد ان شاء الله. اعتقد حضرتك اخر يوم في الشتاء بتبدا ترفع الحراره. يعني موجه حاره كده هنستشعرها يوم السبت والحد والاثنين، وتبدا الحراره تنزل ثاني من يوم الثلاث ان شاء الله. دكتور محمود حضرتك عاده لما بتعمل اي مداخله متعلقه بحاله الطقس ودرجات الحراره ما تهيأليش ان انت بتتطرق لمواضيع من النوع اللي بنحتاج نتكلم معاك فيه على فكرة. في البرنامج بنتكلم عن حاله الجو، بنتكلم عن حاله المكياج، بنتكلم عن حاله المرور، بنتكلم على وضع الفريق الاول لكره القدم. الحقيقه الموضوع يعني مش مجرد حاله فعلا الواحد ما بيتطرقش توقعات برضه جميل. طبعا القناه المحببه لقلبنا دي دايما لازم نتكلم فيها عن كل حاجه. طيب قول لنا بقى يا دكتور كده يعني خلاص احنا بنتكلم من النهارده اليوم السبت، ما فيش حاجه تدعو للقلق يعني الطقس هيبقى لحد ما لسه بنتكلم ان احنا في الشتاء، ولكن ما فيش امطار، ما فيش اي حاجه مقلقه لاي حد مسافر، اي حد عنده مثلا حدث معين، فنطمن يعني. لا الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير. الاستقرار ده بيخلي فيه شبوره مائيه الصبح، يعني الرؤيه فيها بتقل شويه بس مش هتقفل طرق، يعني بيبقى في شبوره الصبح ولكنها غير مقلقه برضه، مش هتاثر على الطرق.
الرؤيه هتبقى واضحه بعد الساعه 8 بشكل كامل على كل الطرق، تسمح بحركه السفر من مدينه لاخرى، اجواء مستقره بشكل كبير. في زياده في فترات طلوع اشعه الشمس، الطقس بالفعل الصبح بنحسه بانه من دافي لمائل للحراره الوقت الظهيره ده، ولكن مجرد ما بتبدا تغيب اشعه الشمس زي ما بنقول بنلاقي انخفاض سريع وواضح في درجات الحراره، خصوصا لو في شويه هواء بالليل بيدينا الاحساس البارد في المناطق المكشوفه والمناطق المفتوحه. فبقدر الامكان هنستمر في ارتداء الملابس الشتويه، مش هنقول ثقيله ولكن هنستمر، وحتى التخفيف بتاعنا يكون لازم بحذر شديد وتدريجي، مش هينفع نخفف مره واحده، مش عايزين نصاب بنزله برد زي ما بنتكلم دايما. صحيح. طيب دكتور محمود معلش هروح مع حضرتك برضو يعني لنقطه اخيره وهي خاصه بالنادي الاهلي، لان كل مره يعني لما بتصدف معانا مباراه بحب اعرف من حضرتك برضو كاهلاوي ومتابع جيد واهلاوي شديد، يعني توقعات حضرتك النهارده للمباراه ايه بقى؟ يعني ان شاء الله باذن الله احنا دايما الاهلي ما بيخذلناش في المواقف الصعبه. صح يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده ان شاء الله. والاجواء بقى طبعا هناك هو بس المشكله الاجواء في مطر هناك، في درجات حراره من 27 ل 28 درجه. في مطر دلوقتي مع درجات الحراره المرتفعه دي. نعم درجات الحراره المرتفعه دي في مطر فعلا، والحرارات من 27 ل 28 ونسبه الرطوبه يعني من 70 ل 80%، بس يعني الحمد لله وجود المطر بيقلل الاحساس بيها شويه، يعني لازم تكون في نسب رطوبه طالما في امطار، انما لو في رطوبه وما فيش امطار بتبقى مشكله. صح صح، ربما ده يكون افضل فعلا. صحيح. ففي امطار فعلا هناك، احنا يعني المدينه بصفه عامه، بس موقف الاستاد بالظبط بصراحه لا ما اقدرش احدد لك الاستاد بالظبط فيه، بس كمدينه فيها مطر طبعا. تمام، نشكرك جدا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات، شكرا يا فندم. طيب بعد ما اطمنا على حاله الطقس وعلى درجات الحراره وعلى الاجواء في الكونغو وعلى مكياج العروسه يوم الجمعه ان شاء الله، نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا ان شاء الله. ورجعنا مع حضراتكم مره ثانيه عشان نكمل كلامنا وسلسله اخبارنا ونتعرف على كل المستجدات على صعيد النادي الاهلي وفرقه المختلفه. معانا اثنين من الزميلات العزيزات، نبتدي باننا نصبح على سلا. سلا حامد الزميله العزيزه، صباح الفل عليك. يا صباح الخير يا كريم، ويا صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره في الفتره الصباحيه. هاخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، بس خليني في البدايه ابتدي باخبار واحوال الفريق الاول لكره السله سيدات تحت قياده الكابتن علي هاشم. سيدات السله النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي الجزيره الساعه 8 في بطوله الدوري على صاله مركز شباب الجزيره من صالة الشهداء بمقر النادي. كمان النهارده المحترفه الامريكيه كايلا هتغيب عن المباراه عشان يعني خلاص يعني بشكل نهائي هترحل عن صفوف الفريق يوم 20 من الشهر الجاري، هترحل للدوري الامريكي لكره السله للمحترفين NBA، وهو طبعا يعني من اهم واكبر دوريات العالم واللي بيحمل اسماء يعني اقوى واكبر الانديه واللاعبين في العالم. كمان النهارده يعني يا كريم نهاوند المباراه هتشهد عدد من الاصابات الموجوده في الفريق زي نهى شتا، مي حلوه، جان مصطفى، وفريده وائل، وثريا محمد، يعني كل اللاعبات دول طبعا من اللاعبات الاساسيات اللي موجودين دايما في التشكيله الاساسيه في مباريات النادي الاهلي، هيكونوا موجودين مع الفريق يعني برغم من وجود الاصابه. ويقرر الكابتن علي هاشم انه كل اللاعبات هتشارك، حتى المصابات هيشاركوا في المباراه لفتره قصيره، ولكن ده يعني باستثناء مي حلوه اللي بتعاني يعني من اصابه قويه وهي مزق في السمانه، فهتغيب عن المباراه النهارده بشكل نهائي. كمان رجال السله، وبعد يعني مباراه امس وتفوق الاتحاد السكندري على النادي الاهلي بنتيجه 74-71، كابتن اشرف توفيق النهارده يعني قرر انه لاعبي النادي الاهلي يكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وهيقعدوا مره اخرى التدريبات بكره ان شاء الله عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم الجمعه واللي هتكون امام نادي الاتصالات الساعه 6 وهتقام على المركز الاولمبي بالمعادي في طبعا بطوله الدوري. كمان خلينا نتكلم شويه عن كره اليد وسيدات اليد. بعد فوزهم على نادي
نادي الزهور يوم الحد اللي فات بنتيجة 31-18. سيدات اليد النهاردة إن شاء الله يستعدوا بشكل قوي عشان يواجهوا نادي سبورتينج في مباراة نصف نهائي من بطولة كأس مصر الساعة 6، واللي مباراة تقام على صالة أكتوبر الدولية. طبعا ده هيكون تحت قيادة الكابتن يحيى يوسف، ويعني طبعا نادي سبورتينج من أقوى الأندية اللي موجودة في كرة دوري كرة اليد. كمان رجال اليد النهاردة هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي في مقر النادي. الأول تدريب هيكون في الجيم من الساعة 2 للساعة 4، ومن الساعة 4 للساعة 6 على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي، عشان يعني يستعدوا بشكل قوي للمرحلة المقبلة واللي هتشهد يعني مباريات في عودة المباريات في بطولة الدوري في الدور الثاني. أول مباراة إن شاء الله النادي الأهلي هتكون أمام نادي الطيران يوم الجمعة الساعة 6، وهتقام على صالة القاهرة الدولي طبعا في منطقة مدينة نصر. كمان خلينا نتكلم شوية عن كرة الطايرة وسيدات الطايرة أو فتيات الذهب تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي. يعني بعد فوزهم على نادي الجزيرة أمس، والمباراة اللي أقيمت على صالة الجزيرة وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاث شواط مقابل يعني لا شيء، طبعا يعني بعد أداء قوي وأداء متميز من لاعبات النادي الأهلي والخبرات يعني والمهارات اللي موجودة عند اللاعبات في صفوف الفريق، النهاردة يعني كابتن حمدي الصافي قرر ان هو يريح لاعبات النادي الاهلي يكونوا في راحه سلبيه من التدريبات النهارده، وهيعودوا مره اخرى للتدريبات بكره عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي الشمس الاسبوع المقبل يوم الاثنين الساعه 6، وهتقام هنا في مقر النادي على صاله الشهداء. كمان رجال الطايره وبعد مباراه امس وفوزهم على نادي طلائع الجيش، يعني كان فوز طبعا مستحق بثلاث شواط مقابل شوط واحد يعني بدون راحه، رجال الطايره النهارده هيواصلوا تدريب النهارده قوي وهيكون طويل من الساعة 5 للساعة 8 بمقر النادي، ويوم الأربعاء بكرة إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية وهيعودوا يوم الخميس يستأنفوا تدريباتهم عشان يستعدوا للمباراة القادمة. ويعني يوم الخميس بعد ما يتمرنوا هيتجهوا مباشرة يا كريم لمدينة الإسماعيلية عشان يدخلوا في معسكر مغلق استدادا لمواجهة نادي القناة يوم الجمعة. طبعا المباراة اللي هتقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الساعة 4. كمان يعني كابتن عبد الله سلام يعني طبعا من احد يعني اللاعبين الاساسيين دايما متواجدين في التشكيله الاساسيه للفريق، اصيب امبارح يعني بكدمه في الكتف، كانت يعني كدمه قويه، فهيغيب عن التدريبات الجماعيه للفريق لمده 48 ساعه عشان يتخلص من اثار طبعا الاصابه. يعني دي انا هوند ويا كريم كانت اهم وابرز الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. والان العوده مره اخرى للاستوديو. يعني قبل ما اختم معاكي، طبعا انا اكيد غير سعيده او اي حد بيسمع يعني ان في عندنا اصابات لبعض اللعيبه في يعني رياضات مختلفه، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه وبرده يقدموا مباراه كويسه ونطمن عليهم منك باذن الله برده في الايام اللي جايه. سالا شكرا ليكي جدا. نروح بقى لزميلتنا العزيزة مريم وهي برضو دلوقتي معانا على الهواء مباشرة من جريدة الجمهورية، وهتطلعنا على أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية. يا مريم طبعا صباح الخير في البداية، وعايزين نرحب برضو بضيفك، هيكون معاكي لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي بالجمهورية، فسلمي لنا عليه وإحنا بنسمعك، تفضلي. صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بصبح عليك يا نهواند وبصبح عليك يا كريم. جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية. طبعا زي ما انت قلت يا نهواند، هيكون معنا خلال هذا اللقاء أو هذه الجولة الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي بجريدة الجمهورية. ولكن في البداية يعني زي كل يوم خلينا نفكر مشاهدينا بأبرز مباريات اليوم. النهاردة في الدوري المصري سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة في تمام الساعة 5 مساء، كمان طلائع الجيش والإسماعيلي في تمام الساعة 7 مساء. أما عن أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا، هيكون طبعا الأهلي وفيتا كلوب في تمام الساعة 3 عصرا، وكمان سيمبا والمريخ السوداني في نفس التوقيت، وكمان الهلال السوداني وشباب لوزداد في نفس التوقيت في تمام الساعة 3 عصرا. أما سان داونز ومازيمبي في تمام الساعة 6 مساء، وكمان الزمالك والترجي في تمام الساعة 9 مساء. أما بالنسبة لمباريات دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي ومونشنج
مونشنغلادباخ في تمام الساعة 10 مساء، وريال مدريد وأتلانتا في تمام الساعة 10 مساء. أبرز العناوين اللي هتكون معانا النهاردة خلال جولتنا الصحفية: البداية من جريدة الجمهورية، إلغاء الدوري ممنوع والحل هو الموضوع. أما من موقع يلا كورة: فيجو الأهلي يملك شعبية كبيرة في مصر. ومن موقع اليوم السابع: المنتخب الوطني يتدرب بالقاهرة ويكتفي بمران وحيد في كينيا. ومن جريدة الشروق: تقرير إيطالي: صلاح قد يعود الكالتشيو عبر بوابة يوفنتوس. وأخيرا من روسيا اليوم: ميسي يكمل ثلاثية تاريخية مع برشلونة. طبعا يسعدنا أن يكون معنا عبر شاشة قناة النادي الأهلي الأستاذ حسام الغرباوي زي ما نوهنا في بداية فقرتنا علشان يكون معنا تحليل لكل هذه العناوين. في البداية طبعا بصبح عليك أستاذ حسام، البداية يعني عنوان هام جدا، الموضوع الأبرز يمكن عن محاولات بعض الأندية لإلغاء الدوري الممتاز. عايزين نتكلم عن الموضوع ده، يمكن في اجتماع غد، اجتماع الجبلية طبعا برئاسة اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، هيكون في عدد من المقترحات، يمكن أولها ضغط يعني المباريات وإنهاء المسابقة في شهر أغسطس. في اقتراح تاني أنه ما يكونش في ضغط لهذه المباريات وإنهاء المسابقة في شهر أكتوبر. وأخيرا أنه يتم يعني إقامة هذه المباريات بدون لاعبي المنتخب الأولمبي وإنهاءها في شهر يوليو. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هو من الصعب جدا طبعا إلغاء المسابقة، خاصة بعد نجاح مصر الكبير في استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، وكانت في وقت جائحة كورونا كانت في ذروتها وقدرت أن مصر تنجح تماما في إدارة وتنظيم البطولة، ودي بطولة عالمية الدنيا كلها شايفاها. ما ينفعش في بطولة محلية بعد هذا النجاح الكبير الباهر أن احنا نلغي البطولة المحلية، فده طبعا ما بيصبش في صالح مصر ولا سمعتها الكروية. وده هيبان من بكرة طبعا، ده أنا متوقع أن اللجنة الثلاثية اللي بتدير الاتحاد وعلى رأسها الكابتن أحمد مجاهد طبعا أكيد هيكلموا في هذا الصدد، لأن هو ده أهم حاجة. وطبعا إلغائها ده بيضم حاجات كتيرة جدا، هيبقى فيها خسائر مادية طبعا رهيبة، احنا عندنا تعاقدات إعلانية وشركات إعلان وكتير من المنظومات اللي بتقوم على استمرار الرياضة في مصر، كثير من الأعمال حتى البسيطة أو الكبيرة منها. فطبعا ده تعتبر خسارة مادية فادحة لو ده تكرر، إلى جانب الخسارة المعنوية واسم مصر على الساحة الرياضية كلها يعني. فإن شاء الله اللي أنا بتوقع أن هو استمرارها، سواء بقى اللي هم هيوصلوا للحل الوسط هل هو في ميعادها في أغسطس أو في أكتوبر، ده اللي ممكن هم يوصلوا ليه بكرة، وأكيد إن شاء الله ما فيش حل يعني. طبعا معانا عنوان يعني عن تصريح على لسان لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق، بيتكلم عن الأهلي ومكانة الأهلي الكبيرة. طبعا تصريحات الكبار عامة بشكل عام خلال الفترة الماضية عن النادي الأهلي قد إيه هو نادي كبير وبيمتلك شعبية كبيرة، عايزة أعرف يعني رأي حضرتك أكتر عن هذه التصريحات وتأثيرها كمان على لاعبي النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. طبعا ده شيء طبيعي، النادي الأهلي نادي هو نادي القرن، هو أكبر نادي عربي وإفريقي بيحمل ألقاب، وشيء طبيعي ان لويس فيجو يتكلم عن الاهلي. احنا الاهلي طبعا وصل للعالميه من خلال مشاركته في كاس العالم للانديه، وقدر ان هو يحصل على برونزيتين عن جداره استحقاق بعد اداء طيب، فشيء طبيعي ان هو يبقى متابع يقول ده، الى جانب ان لويس فيجو هو من تلاميذ مانويل جوزيه، فشيء طبيعي ان هو هيبقى من المتابعين الجيدين للاهلي. والاهلي طبعا من يعني عنده بطولات كتيره جدا ودولاب بطولاته مليء، فشيء طبيعي ان هو ده يعني فيجو يتكلم بالشكل المحترم ده عن الاهلي، وده في الوقت الحالي ده تعتبر دفعه معنويه كبيره لفريق النادي الاهلي امام فيتا كلوب، وطبعا عشان يثبت نفسه سواء الجهاز الفني او اللاعبين ان هم يثبتوا ان فعلا الاهلي هو نادي القرن ويستحق فعلا التتويج والحفاظ على اللقب العاشر باذن الله. سريعا عايز اعرف يعني توقعات حضرتك عن مباراه النهارده. ان شاء الله طبعا هو في كرة القدم حتى نتوقع ايه، ولكن انا اللي انا اقدر اجزم بيه ان الاهلي هيبذل قصارى جهده ان هو ان شاء الله يفوز بالثلاث نقاط، خاصة لتعويض ان هو يعوض اخر مباراة مع نفس المنافس اللي هو تعادل معاه بهدفين لكل منهما، وتعويض طبعا الخسارة الاولى امام سيمبا، بحيث ان هو قدر يكمل مشواره دون مجهود او دون ان احنا نخش في حزبة بيرما زي ما بيقول يعني في مصر، عشان ده من خلال طبعا اللي هو هيبقى واضح خطة متكاملة في مباراة النهاردة رغم ارتفاع درجة الحرارة،
الرطوبة العالية، الأرض الصناعية طبعا دي بتعيق اللاعبين، ولكن طبعا موسيماني أكد في تدريبه ان لازم ان شاء الله نفوز مهما كانت الصعوبات. طبعا ده دفع ان هم طبعا ان هو يعمل جلسه لرفع الروح المعنويه لجميع اللاعبين، احنا لازم بدل ما نبقى لاعبين بس لا مقاتلين باسم مصر. فان شاء الله باذن الله اللي انا شايفه ان هو قاري الفريق فيتا كلوب كويس جدا، عارف نقاط ضعفه وقوته كويس، وهو طبعا هيبقى عنده خطته المتوازنه اللي طبعا بتبقى المرتدات السريعه مع التمركز الدفاعي الجيد مع غلق المساحات امام المنافس. وان شاء الله باذن الله انا شايف ان الاهلي هتفوق، يعمل يعني حاله جديده، وهيفاجئنا النهارده باذن الله امام رغم تواجد المنافس على ارض وسط ما يقرب من 3000 مشجع، ولكن الاهلي قد الصعوبات وان شاء الله يكمل المشوار ويحقق اللقب العاشر باذن الله. بشكرك جدا أستاذ حسام، نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا دي كانت ختام جولتنا الصحفية للنهاردة الثلاثاء من مقر جريدة الجمهورية، وطبعا يعني بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي أمام فيتا كلوب. بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة أخرى. احنا كمان بنشكرك يا مريم، وبنشكر أكيد سالة، وبنضم صوتنا لأستاذ حسام. أكيد إن شاء الله يعني الأهلي فاجئنا النهاردة رغم كل الصعوبات اللي موجودة بطبيعة الحال اللي احنا ملناش يد فيها، يعني زي ما اتكلمنا على توقيت المباراة أو فكرة لو تم فعلا حضور يعني مشاهدين أو جمهور، وبالإضافة أكيد كمان احنا بنتكلم على اللعب على أرض الخصم. رغم كل ده أعتقد أن الأهلي فعلا هيفاجئنا بنتيجة يعني مرضية لكل جماهير الأهلي. حلو، نروح بقى مع حضراتكم على أخبار الرياضة العالمية، والبداية هتكون مع رياضة الجولف، حيث حقق الأمريكي جاستن تومس 68 ضربة ليحصد الفوز بفارق ضربة واحدة فقط عن منافسه الإنجليزي لي ويستفود، ويحقق بطولة اللاعبين لعام 2021 للجولف. هنتابع مع حضراتكم جزء من هذه المباراة ونرجع نكمل. أنا عارفة أنت الجولف رياضتك المفضلة. الله، من صغري مشهور بضربات تحت المعدل. خدينا بقى على رياضة تانية. نروح لهوكي الجليد، حيث فاز كولورادو افالينش على لوس انجلوس كينجز بنتيجه هنا 4-1 في دوري هوكي الجليد. نروح بقى على سباق الدراجات، حيث تمكن ماكسيميليان شاكمان بالاحتفاظ بلقب سباق باريس نيس للدراجات من خلال سباق هنتابع مع حضراتكم جزء منه ونرجع نكمل كلام. طيب التقرير اللي جاي بقى ده هيبقى مفيد جدا. ليه؟ قول لنا ليه وقول لنا بسرعه. علشان هنتكلم فيه عن ايه الحاجة اللي ممكن تعملها علشان تهدي اعصابك ويبقى فيه راحة جسدية ونفسية. زي ايه يعني؟ زي ايه قصدك تقولي ايه؟ طيب على كل حال احنا طيب بنتكلم عن المساج. المساج طبعا يا حضرات وليه انعكاسات ايجابية بشكل كبير جدا حتى نفسيا، يعني غير كمان فكرة إراحة يعني أو إراحة العضلات، فكرة الاسترخاء، فكرة أيوة. كمان على الصعيد النفسي فعلا الواحد وهو طالع بعد جلسة المساج تحس ان انت مخلوق تاني خالص. كمان عايز اقولك على حاجة، يعني اصلا احنا بنتكلم عن المساج بس تقولك ما احنا عارفين المساج، لا بجد احنا في حاجات عارفين عنها بس مش عارفين يعني الفايدة بتاعتها او النتائج الايجابية بجد اللي بتنتج عنها. اخصائيين بيتكلموا، دكاترة بيتكلموا، طبعا دكاترة علاج طبيعي بيتكلموا ان بيساعد المساج على كمان علاج الارق والتوتر والصداع، ودي حاجات مؤكدة بدراسات وليها فوائد تانية كتيرة. خلينا نتعرف من التقرير ده عليها ونرجع نكمل.
تعالوا بقى نروح مع حضراتكم عشان نعرف سوا ايه اخبار كواليس بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الكونغو قبل مباراة الاهلي وبيتا كلاب الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة ان شاء الله مع مراسلنا كريم احمد. كريم صباح الخير عليك وتفضل، احنا سامعينك، يا ريت بقى تنقل لنا باختصار يعني ملخص كده للاجواء المحيطة بيك، تفضل. صباح الخير عليك زميلتي العزيزة نهواند، وصباح الخير على زميلي العزيز كريم، وكل التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي. خلاص يعني نقدر نقول بقى انتهت كل الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي على الجانب الإداري، الجانب الفني، جانب أيضا لاعبي النادي الأهلي. مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي، لكن إن شاء الله بإذن الله ثقتنا كبيرة جدا في كل لاعيبة النادي الأهلي بالجدية والتركيز الكبير على مدار الأيام الماضية والتدريبات المميزة اللي كان فيها روح كبيرة جدا اللي تابعناها وكل جمهور النادي الأهلي تابعها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، مطمنانا بشكل كبير جدا ومديانا أمل كبير إن شاء الله إن احنا نعود من كنشاسة بثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا جدا في مشوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية. يمكن زي ما بنتكلم طبعا على التحضيرات الأخيرة واستعدادات بيتسو موسيماني اللي كثف المحاضرات بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية، وهينهيها النهاردة بقى بمحاضرة فنية أخيرة قبل التوجه إلى استاد الشهداء ليستقبل هذه المباراة في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت كنشاسة، 3 عصرا بتوقيت القاهرة. كل الأمور الحمد لله مشيت بشكل طيب ومطمئن جدا، لكن حابب أتكلم على نقطة مهمة جدا وهو الطقس. يمكن على مدار الأيام الماضية كانت الرطوبة عالية جدا مع حرارة، كمان اتكلمنا على ملعب الترتان وصعوبته مع فريق النادي الاهلي، لكن الحقيقه النهارده يعني عايز اقول رساله كبيره جدا اللي احنا شايفينها النهارده، الطقس مميز ورائع جدا، امطار غزيره جدا بدايه من الساعه 7 صباحا بتوقيت كينشاسا وصلت لدرجه السيول. يمكن الرطوبه يمكن لما تيجي تقرا خبر الرطوبه او كده تلاقي رطوبه عاليه 89 و87، لكن على ارض الواقع بما اننا متواجدين هنا لا، الرطوبه مش هتاثر بشكل كبير جدا لو استمر الطقس بهذا الشكل. امس كمان كنا في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب الشهداء طبعا في كنشاسا، الطقس كمان كان طيب جدا، فقلنا قلنا يا رب ان شاء الله باذن الله بنتمنى يكون الطقس في موعد المباراه بهذا الشكل. فالحقيقه النهارده شكله يوم مميز جدا، ويا رب ان شاء الله تكون فتحه خير على لعيبه النادي الاهلي، ناس الفتره اللي فاتت كل المسؤولين سواء مسؤولي نادي فيتا كلاب الكونغولي سواء رئيسه النادي المدير الفني اكد على ان النادي الاهلي جبناه في هذا التوقيت عشان يكون الملعب ترتان وفي درجه حراره عاليه وفي رطوبه عاليه، لكن يعني ربنا كبير بقى زي ما بنقول الجو رائع ومميز جدا بالنسبه طبعا ليها ده التوقيت. لكن في موعد المباراه ساعتين ظهرا هيبقى فيه كمان توقع لسقوط امطار، كل الامر ده امر يعني طيب جدا للاعيبه النادي الاهلي تحديدا، لان سقوط الامطار بيهدي شويه الرطوبه العاليه جدا اللي كانت الايام الماضيه. ده بالنسبه طبعا لجانب الطقس، تحركنا ان شاء الله باذن الله هيكون الساعه 12 ظهرا هنا بتوقيت كنشاسا، الملعب بيبعد عن فندق الاقامه من 16 ل 17 دقيقه. انت عارفه طبعا اللوائح وعارف زميلي كريم طبعا وصول الفريقين قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف، فكل الامور دي الحمد لله مهيئه بشكل كبير جدا مع التنسيق الكبير اللي قام بيه سفير مصر هنا حمدي شعبان مع ايضا كمان رئيس بعثه النادي الاهلي برئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ العامر فاروق على تحركنا، ويكون في سيولة كبيرة جدا ونوصل في الميعاد، لأن عانينا بشكل كبير خلال الأيام الماضية في التحركات لأن البلد زحام بشكل كبير جدا. ده بالنسبة طبعا لجانب التحرك، وبالنسبة أيضا كمان لجانب الطقس عايز أتكلم وأطمن جمهور النادي الأهلي على عدد من اللاعبين اللي كان عليهم شكوك بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية. أبدأ معاكي طبعا بطاهر محمد طاهر اللي أدى أداء مميز جدا وتدريب قوي خلال الأيام الماضية، يمكن اتدرب فردي في أول يوم لكن امبارح كانت جرعة تدريبية قوية جدا لطاهر محمد طاهر. ينضم لي كمان عمرو السلاي اللي بيأكد جاهزيته إن شاء الله لهذه المباراة، يكون متواجد على دكة البدلاء، ده أمر طبعا بيترك للجهاز الفني لكن الجهازية الفنية والبدنية ده أمر مهم جدا. ينضم له محمد هاني اللي يمكن تعرض لكدمة قوية خلال اليوم الأول، لكن بإصراره الكبير وبجدية محمد هاني وجدية لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله يعني ما فيش أعذار زي ما بيتسو موسيماني قال، طقس حرارة ترتان كل الأمور دي، عندنا هدف وحيد إن شاء الله الحصول على الثلاث نقاط. كل الأمور الحمد لله ماشية بشكل طيب للفريق النادي الأهلي، ينقصنا بقى إن شاء الله في ال 90 دقيقة يكون التوفيق معانا، وأيضا كمان بيتسو موسيماني يكون مميز جدا في اختيار التشكيلة الأمس اللي يخوض به هذه المباراة. جاهزية اللاعبين اتكلمنا عليها، الطقس اتكلمنا عليه، إن شاء الله بإذن الله مهما كان عدد الجمهور 3000 30000 40000 كل الأمور دي مش هتكون عائق إن شاء الله في مشوار النادي الأهلي، هدف وحيد إن شاء الله لكل اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري هو إسعاد كل جمهور النادي الأهلي، وأكيد هنكون مستمرين مع كل جمهورنا بإذن الله لحظة بلحظة بننقل الأخبار والكواليس تحرك فريق النادي الأهلي، التشكيل اللي يخوض به النادي الأهلي هذه المباراة، تواجد الجماهير، درجة الحرارة، كل الأمور دي إن شاء الله هتكون من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلال أيضا كمان للصوت تحليلي مع الكابتن ايمن شوقي. عوده لكم في الاستوديو مره تانيه زميلتي العزيزه نهاوند زميلي العزيز كريم.
كل الشكر ليك كريم احمد زميلنا مراسل النادي الاهلي مع بعثه الفريق الاول لكره القدم في الكونغو، وان شاء الله موفقين والحمد لله. يعني اخبار مطمئنه الى حد ما. عجبني جدا الكلام ده فعلا، فكره كمان ان بيقول لك ربنا كبير على قصه الطقس، ربما البعض كان بيحاول من خلال الطقس ان هو يكسب نقاط يعني لصالحه، ولكن هو زي ما شفنا كده وزي ما دكتور محمود كمان قال لنا في التليفون، لا الطقس حتى لو درجات الحراره مرتفعه ولكن في امطار، فده بيحسن من فكره هنا الرطوبه، وربما ده بيكون ايجابي جدا للعيبه او لعيبه الاهلي تحديدا، فدي نقطه كويسه. النقطة اعتقد اللي مش كويسه هو فكره هنا تاكيد حضور جماهير، يعني برضو دي اعتقد مش حاجه كنا حابين ان هي تبقى موجوده، لان احنا بنرجع ونتكلم ان مش ده قرارنا، مش ده كلامنا، ده الكلام اللي يعني كان فيه تصريح بشانه ان ده ما فيهوش عداله او عداله تنافسيه زي ما يتقال. فعلى كل حال احنا مش هنبص للحاجات دي اكيد، ولا فريقنا اكيد بيبص للحاجات دي، احنا عندنا ثقه، وباذن الله ان شاء الله الساعه 3 كده تكون مباراه كمان حلوه وفوز للأهلي. هنروح فاصل، بعد الفاصل هيبقى معنا فقرتين حواريتين، بس الفقرة الأولى بما أن احنا معنا ضيفين أنا هكون بحضراتكم، وكريم هينضم لينا في الفقرة الأخيرة، وكابتن أحمد عبد الفتاح. فاصل ونرجع. أبطال الأهلي في كل مكان وزمان، أجيال تسلم أجيال لحصد البطولات واعتلاء منصات التتويج، فبعد تحقيق العديد من البطولات في مختلف الألعاب في الأشهر القليلة الماضية، تتوالى انتصارات فرق النادي الأهلي بتتويج فريق ألعاب القوى ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة في مختلف السباقات والمنافسات. مثل النادي الأهلي في البطولة 102 من اللاعبين واللاعبات تحت 20 سنة، وتفوق الأهلي خلال منافسات البطولة ليتوج بالمركز الأول حاصدا 301 نقطة للرجال و259 نقطة للسيدات. جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي برئاسة ياسر داوود يسعى لتحقيق المزيد من البطولات ومواصلة الانتصارات في كافة المنافسات، خاصة وأن الفريق يضم العديد من العناصر المميزة، يأتي من بينهم كريم محمد حسين الحاصل على الميدالية الذهبية للنادي الأهلي في بطولة الجمهورية تحت 20 سنة، وحصل على الميدالية الذهبية باجتياز ارتفاع يقدر بأربعة أمتار وستين سنتيمتر، ثم محاولة تحطيم الرقم القياسي المصري المقدر بأربعة أمتار وسبعين سنتيمتر، ويمثل منتخب مصر في البطولات الدولية. ومن العناصر النسائية المميزة في ألعاب قوى الأهلي شهد محمد فؤاد الحاصلة على أول الجمهورية تحت 20 سنة برقم جديد، وهو 3 أمتار و55 سنتيمتر في قفز الزانة، كما حصلت على العديد من الميداليات المتنوعة في مختلف المسابقات، وتم اختيارها للانضمام لمنتخب مصر لما حققته من نجاحات مع النادي الأهلي. طيب زي ما سمعنا كده في التقرير، احنا بنتكلم ان الاهلي دايما يعني اجيال بتسلم اجيال، بس مش بس في كره القدم، ده في رياضات مختلفه جدا بنتكلم عن استمرار للانجازات والانتصارات والبطولات. خلينا نعرف اكتر بقى النهارده، ومعانا الثنائي العاب القوه بالنادي الاهلي وبالمنتخب، حققوا مع الاهلي كمان بطوله الجمهوريه اللي كانت الجمعه اللي فاتت تحت 20 سنه، كريم محمد وشهد محمد، بس انتوا مش اخوات بقى. صباح الخير. صباح النور. ألف مبروك، وأكيد سعداء ببطولة الجمهورية والتحقيق لمراكز كبيرة وأولى زي ما أنتوا حققتوا، فأكيد ده نتاج مجهود كبير جدا. ممكن أبدأ قبل ما أتكلم عن تفاصيل البطولة، أبدأ بقى في مرحلة الاستعداد أصلا للبطولة، وفكرة برضو الظروف الصعبة اللي كانت العالم والأهلي وكله بيمر بيها، وأكيد كوفيد 19 والتوقف وغيره، فهبدأ معك يا شهد. الفترة أكيد ما كانتش سهلة خالص، يعني كنا ساعة فترة الكورونا ما وقفناش تمرين أكيد، كنا مثلا بنجري جنب البيت، في البيت بنعمل تمارين معينة للزينة، بنعمل يعني تمارين عامة عشان ما نفضلش بس قاعدين، فما وقفناش خالص عامة تمارين خالص. وكان الكابتن معاكو، الفريق كله ليه نظام معين، عدد ساعات معين بتتدربوا فيها؟ في ساعات معين، نظام غذائي لازم كنا نمشي عليه، كان لازم يعني مواعيد ننام فيها، مواعيد نصحى فيها. وكان في وكان ينفع برضه نقعد في فتره كوفيد 19 كتير، لان كان جسمنا ممكن يضيع، ما كانش ينفع. هو في ناس كتير طبعا بطبيعه الحال تخنت، وعايز اقول لكم مش بس الناس العاديه، في ناس رياضيين
تخنوا يعني كمان اللي ما التزمش وما خدش باله بشكل كبير. ف بس انتوا بما ان احنا بنتكلم هنا يعني انتوا بتعملوا قفز بالزانه فده ما فيهاش مجال ان يبقى في زياده في الوزن لان اكيد هتاثر بشكل سلبي. انا عايز اروح معاكم التفاصيل بقى النوع ده من العاب القوه هو المفروض يبقى فيه وزن معين ما يزيدش نص كيلو يعني بالنسبه للبنات قد ايه والرجال قد ايه؟ بالنسبه للبنات هو بصراحه يعني كل يعني كل بني ادم وليزانته كل واحد ليزانته حسب الطول وكده لا مش حسب الطول هو حسب الوزن على حسب الوزن انا بتكلم الطول مع الوزن مع بقى حجم الزانه لازم الطول يبقى مناسب للوزن والوزن يكون مناسب للطول ويكون مناسب للزانه بس بطبيعه الحال ما ينفعش يبقى في وزن زياده عن اكيد وزن معين ما ينفعش الوزن بتاع اللعب يزيد وزن الزانه يكون اتقل من وزن الزانه بس انا ما شفتش حد في قفز بالزانه تحديدا مليان او يعني جسمه مش رياضي عشان ما ينفعش يكون ما هو دي حد مليان دي النقطه اللي بتكلم فيها يعني لازم تحافظ على شكل معين هي دي النقطه طيب عشان برضو الناس اللي بتتابع تبقى فاهمه ايه القفز بالزانه احنا شفناها في التقرير ولكن ايه التدريب بتاعها يعني انتوا بتقعدوا تجروا كتير تعملوا حاجات او رياضات معينه عشان اللياقه الفتنس بالظبط وبعدين بقى ازاي بتتدربوا على الزانه نفسها وحياتك بص ده يعني حاجه من واحنا صغيرين بتمر علينا جدا واحنا صغيرين جدا يعني اصلا ما ينفعش حد يكون عنده مثلا 15 سنه او اكبر من كده يروح يلعب زانه لازم يكون اصغر مثلا وهو بيبدا من عمره 9 سنين 10 سنين لان هي محتاجه تعود محتاجه خبره محتاجه حاجات كتير جدا بصراحه يعني كل ما انت اصغر كل ما ده افضل ليك يعني وانتوا ابتديتوا كام سنه بقالي 6 سنين بتمرن بس كنت قبلها بتمرن جمباز فكان بالنسبه لي الحوار كويس يعني بالظبط 6 سنين زيها تأكيد مش اخوات لا والله مش اخوات طيب اكيد دي ما كانتش البطوله يعني طبعا دي الاخيره ولكن انا عايزه اتكلم عن اول بطوله شاركتوا فيها بما ان طبيعه الحال برده انتوا سنكم صغير كانت ايه هي اول بطوله وحصلتوا فيها برضو على المركز الكام كانت بطوله تحت 12 سنه كانت ساعتها مش جمهوريه كانت القاهره طبيعه على منطقه القاهره انا حصلت فيها المركز الثالث الثالث حلو دي اول بطوله ليا وانت يا شهر كان تحت 12 برضو تقريبا وتقريبا كان المركز الثاني يعني مش فاكره قوي بس كان لسه الارقام قليله يعني كان متر مثلا 90 2 متر هو اعلى حاجه ايه دلوقتي برضو عشان الناس تبقى عارفه هو اعلى حاجه كرقم عالم هنتكلم كرقم عالم مش رقم مصر ماشي اعلى حاجه كرقم عالم 6 متر و17 سنتي 6 متر واللي حقق الرقم ده كان تقريبا من جنسيته ايه وطوله قد ايه لو تعرف اسمه موندو دوبلانتس ده سويدي هو عنده 20 سنه طيب عايز اعرف اكتر عن بقى البطولات اللي شاركتوا فيها وكان فيها تنافس يعني انت بتتكلم ان دول تانية محققه رانكينجز عاليه ايه الدول اللي انتوا نافستوها دخلتوا فيها في بطوله وكان صعب فيها ان انتوا تحققوا مراكز اولى هو حاليا احنا لسه داخلين المنتخب يعني احنا لسه ما لعبناش دول انتوا لسه جديد في المنتخب بالظبط لعبنا ما لعبناش لسه دولي يعني لعبت على مستوى الجمهوريه لعبنا على مستوى الجمهوريه وفي مستوى الجمهوريه في منافسين كويسين جدا على فكره مش وحشين خالص في منافسين شداد ودي احلى حاجه ان تلاقي حد يشدك دايما ويمكن بقى دلوقتي الفيديوهات توضح اكتر برضو للناس لان انت عارف العاب القوه في العموم الناس تسمع عنها بس هي ليها انواع كثيره جدا فدي بنشوفها طبعا ليها تكنيك او امتى تحط الزانه وامتى ما حصلش اي اصابات ليكوا بقى يعني احكوا لنا برضو بتحصل اكيد ضحكتك دي بتاكد هبدا بيك يا محمد احكي لنا كريم انا كان اخر اصابه ثابته خالص عندي التهاب شديد في الوتر وقعت وقع غلط يعني ولا ايه لا كان ضغط تمرين جامد المفروض كنت رايح مش بسمع كلام الكابتن طب حلو انك بتعترف لحد ما شديت في التمرين يعني كتفي باظ فاثر على كتفي جامد طب وشهد في اي اصابه او اي حاجه حركه غلط برضو عملتيها هي بتبقى وقعتها يعني مش سهله بس بنحاول ان احنا نعديها يعني حياتك فعلا الوقعه لازم تتعلمي تقعي ازاي كمان انت تتعودي لازم تتعودي على وقتها عشان لو وقعتي غلط ممكن بس هل يعني مش من الرياضات اللي انا بسمع ان فيها اصابات بالغه يعني حتى لو انت وقعت ما اعتقدش اصل انت بتقع على
بيبقى في مكان اللي هو حاجه مجهزه، فمش بتعمل يعني مش من الرياضات الخطره نقدر نقول، ولا من الرياضات الخطره؟ لا، هي خطر بالنسبه للي هو مش واخد او مش متعود على وقعتها، او اللي هو لسه جديد فيها ومش فاهم اي حاجه لسه، يعني بتبقى خطر بالنسبه لهم. بس لكن هي برضو هي من ناحيه خطر، هي خطر فعلا، خطر هي فعلا من ناحيه خطر، فيها حاجه خطر. طب انتوا بتتدربوا كام وقت يعني؟ ممكن الناس من بعيد كده وشايف دلوقتي التقرير تقول هي سهله قوي، بتبان في حاجات بتبان من بعيد سهله، بس طبعا هي مش سهله. فالتدريب يبقى شكله عامل ازاي غير انتوا الفتنس والجري؟ اتمرني ازاي اثر على الزانه دي نفسها؟ هي الزانه مش بس نط يعني، هي مش بتعتمد بس لو احنا نروح التمرين عشان ننط زانه زي ما في الفيديوهات وكده، يعني بنروح نتمرن عادي، بنجري، بنسخن، بنعمل تكنيك الزانه نفسه على الارض، وبننط برده بنعمل تكنيك الزانه بس، لكن هو مش معتمد بس على نط الزانه يعني. طب وايه البطولات الصعبه اللي انتوا شاركتوا فيها؟ اخر بطوله لان حاولت اقصى رقم مصر بس ما نفعش، ما عرفتش ليه. ما كنتش البطوله الجايه هكسر يعني. ان شاء الله يعني، هو ان شاء الله البطوله الجايه فعلا ممكن نكسر الرقم، بس احنا ما فيش البطوله ديت ان كنت ماسك زنات كبيره، تبقى هي بزنات برضه وكده، وانا ما كنتش برضه جاهز للبطوله قوي. هو المقارنه بين الوزن ووزن الزنه تقريبا بيكون قد ايه الفرق؟ لازم بصي، هو الوزن اللي هو فعلا اللي بيلعب بيه ابطال العالم بقى دايما فرق بين وزن اللاعب وبين الزنه من 10 ل 15 كيلو. من 10 ل 15 كيلو، اوكي. 10 ل 15 كيلو. لكن لو اقل من 10 كيلو فده هو يعني الزنه تبقى اسمها طريه عليه، تبقى مش تنفعه، مش هتخليه نط عالي، ممكن ما تستحملش حجمه يعني، تتكسر بيه. حصلت قبل كده في اي بطوله ان اتكسرت بحد؟ كتير. انت ليه بتضحك؟ انا حاسه ان حصلت لك برضه، صح؟ لا حصلتش. قصدي خطر جدا بقى، تخيل لما دي تتكسر، دي اعتقد دي بقى الخطوره هنا. هي مش بتبقى خطوره لان انت في الاخر بتنزلي على المرتبه، فانت ممكن تقع الناحيه الثانيه، خلي بالك. لا، مجمعه سرعتك كلها واول ما بتتكسر بيكي بتخش على المرتبه لجوه، يعني مش تقعي بره. دي بقى نقطه طلاق. ازاي تقع اللي انت قلت عليها؟ دي بس. في بقى حاجات ثانيه ممكن توقعك بره غير كسر الزانه خالص، يعني مثلا ممكن تبقى جاده مش جاده بسرعه مثلا، او مش داخله فيها جامد، خايفه من الزانه. هو اهم حاجه عندنا هنا مش خايفه، تبقيش خايفه من الزانه. طب ممكن اسال حاجه برده؟ انا بحاول اوصل الموضوع يعني للمشاهد. انت دلوقتي بتيجي تثبتها، بتثبتها في اي يعني في اي حته؟ ما فيش افرت يعني الارض لازم تتاكد ان هي بوكس. لا بوكس بتبقى بيبقى نازل تحت كده شويه، واحنا بنحط مكان معين بنحط فيه الزانه. يعني ما ينفعش نحطها في ارض كده عاديه، مش هننط كده نكمل جري. طيب ممكن اسال برضو يعني اشمعنى الرياضه دي؟ عشان مختلفه. هي مختلفه عشان مختلفة. عن جميع الرياضات بصراحه، ويعني احنا بنحب الاختلاف، مش ناس كتير بتلعبها، ومفيش حد كتير يعني، فعلا قليلين جدا في مصر اللي بيلعبوها. ما عشان كده بسألك، لان هي فعلا مش منتشره، وانتوا يعني برضو صغيرين بس رحتوا للرياضه فعلا. طب هل ليها جمهور؟ هل ليها متابعين؟ انا مش بتكلم بس في مصر. لا، ليها جمهور بره مصر، بره بره مصر ليها جمهور كبير كمان، وناس هنا مش معروفه قوي، وليها ناس هواه كمان، لكن هنا في مصر مش معروفه جدا، مش معروفه قوي، مش اي حد يعرفها. بس انت حاصل اهو يعني، شوف ما حدش يعرفها وكام ميداليه يعني. طب اسالك برضو، هي دي ده دهب صح كده؟ اخترت انا صح برضو. وانت برضو انت حاصل على اثنين دهب صح؟ انت حاصل وانت كمان اثنين، ودي بقى كلها حاجات برضو بطولات مختلفه بنتكلم عنها. انا مبسوطه بيك والله بجد يعني. قبل ما اختم، لان برضو حابه اعرف اللي جاي يعني، انتوا دلوقتي عديتوا خلاص بطوله الجمهوريه بنجاح جدا، وحاجه بجد فخر لينا كاهلاويه قبل اي حاجه. فايه اللي جاي؟ ايه اللي دلوقتي هتستعدوا ليه؟ احنا دلوقتي بنستعد ان شاء الله البطولات الدوليه زي بطوله افريقيا وشمال افريقيا وعرب، دول هيتلعبوا في تونس ان شاء الله. امتى نستعد لهم؟ تقريبا ان شاء الله 4. ده خلاص يعني، دي قربت جدا. اول 4 عندنا بطولة 18، عندنا برضه في اول 4 بطولة 18 جمهورية. معلومة صح، احنا البطولات اللي احنا خدناها تحت 20 سنة. انا وشاهد تحت 18 سنة اصلا. انتوا عندكم 15 سنة؟ 17 سنة. برضه سن بعض. لا، هي اكبر مني بسنة.
طيب يعني ربنا يوفقكم بجد والله، وتيجوا معانا تاني هنا في 10 الصبح بس بقى في مزيد من البطولات. انتوا اصلا بتتابعوا البرنامج ولا لا؟ ايوه متابع. مش مصدقاكم. لا بهزر معاكم، نورتونا وربنا يوفقكم ان شاء الله. فاصل سريع وهنرجع بقى نكمل مع حضراتكم الفقره الاخيره، وزي ما اتكلمنا اكيد هيبقى في حديث مطول عن المباراه اليوم، وان شاء الله كمان التوقعات تبقى جيده. ابعتوا لنا من دلوقتي عشان اخر فقره بتاعت السوشيال ميديا هنشوف التوقعات هتكون ايه لمباراه اليوم. فاصل ونرجع. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي وفيتا كلوب اللي بتفصلنا عنها ساعات قليله جدا. طبعا مباراه مهمه ومصيريه للنادي الاهلي في اطار مشواره الافريقي. هنتكلم عن تفاصيل هذه المباراه وعن الافضل لاداره اللقاء فنيا من جانب كابتن موسيماني، وطبعا السيناريوهات المحتمله لهذه المباراه وللمجموعه كلها الحقيقه. طبعا كل ده هنتكلم فيه مع كابتن احمد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي السابق اللي منور الدنيا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير، مبسوط ان انا موجود معكم النهارده، واتمنى التوفيق النهارده ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله. صباح الخير كابتن احمد، واحنا كمان سعداء والله وجود حضرتك معانا، وعايزين نروح لكذا نقطه ويمكن العديد من الزملاء يعني طرحوها، ولكن احنا محتاجين برضو نكرر ونتساءل علشان نعرف احنا الدنيا دلوقتي هيبقى شكلها ايه. مبدئيا لو بدانا بالتوقيت، انا النهارده كان في رد على التوقيت لان لغايه امبارح احنا ما كناش عارفين هل التوقيت هيبقى لصالحنا ام لا. لا واضح ان الموضوع النهارده لصالحنا لان الجو زي ما احنا تابعنا مع دكتور محمود شاهين الرطوبه مش عاليه لان في امطار، فدي جت من عند ربنا. دي نقطه. النقطة الثانية بنتكلم عن بقى، وده الأهم، فكرة برضو وجود جمهور، وده أعتقد شيء الكاف تحدث عنه إن ما فيهوش يعني كده منافسة يعني شريفة إلى حد ما، أو في يعني زي ما نقول كده تكافؤ فرص. بالظبط تكافؤ فرص. فخلينا أروح مع حضرتك للنقاط دي وبعد كده نخش بقى تفصيليا للأداء النهاردة والتوقعات. طبعا بدايه الامور اتصعبت علينا بعد المباراه، تعادل المباراه اللي فاتت جدا. نبتدي الموضوع من المباراه اللي فاتت، يعني النادي الاهلي قبله سوء توفيق غير طبيعي المباراه اللي فاتت. صحيح. في ظل ما ضيع فرص كثيره جدا، عدم التوفيق في معظم الهجمات، عدم التوفيق مثلا في حكم المباراه، مع ان حكم المباراه ده حكم جيد جدا بس حسب عليه ضربه جزاء غريبه جدا لحد دلوقتي مش مفهومه. عدم التوفيق برضو، ان عدم وجود الفار في دور المجموعات دي برضو حاجه ضرتنا. حاجات كتيره كانت ضد النادي الاهلي في اليوم ده، بس هو النادي الاهلي قادر على تحدي جديد ويعدي المشكله دي. يعني لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبرات بالذات في المباريات الافريقيه، ان هو اتحطينا في مشاكل كتير قبل كده، لكن لعيبه النادي الاهلي يحطوا ايديهم في ايد بعض مع الجهاز الفني مع مجلس الاداره، بيقدروا يخرجوا بره اي كبوه او بيخرجوا بره اي مشكله بتقابلهم. وان شاء الله النهارده مع المكسب هنرجع تاني نطمن. المباراه هم بيختاروا طبعا ميعاد الساعه 3 ده بتوقيت مصر. طبعا مباراه، احنا شفنا اداء لعيبه النادي الاهلي في مباراه سيمبا كان في مشكله كبيره جدا، الرطوبه عاليه جدا، واحنا برضو احنا لعيبه مرينا بالظروف دي، والجو ازاي بيبقى حر وازاي الرطوبه بتبقى عاليه جدا وهم متعودين على الجو ده. انا كنت اتمنى خلال الفترة اللي فاتت مثلا مباراة النادي الاهلي وبيلعب مع الاسماعيلي او مباراة في الدوري كنا نلعب في نفس التوقيت ده. مشكلة النادي الاهلي برضو انت لعيبة النادي الاهلي واخدة على توقيت الساعة بالليل على طول، معظم دي حاجة بتبقى ده تسويق عشان قناة تلفزيونية حاجة زي كده. لكن كنت اتمنى ان النادي الاهلي يلعب مباراة في الوقت ده. الفترة اللي فاتت كان في حر في وقت من الاوقات، كنا لو لعبنا مباراة مثلا في الدوري او مباراة ودية مثلا في الوقت ده اللعيبه بتاخد على الجو ده، اللعيبه بتاخد على التوقيت ده، تجهزنا يعني بالظبط كده بالظبط كده. لكن طبعا هم اكيد سافروا قبل المباراه بفتره وتمرنوا على في الوقت ده على الملعب وعلى الجو، واتمنى ان شاء الله احنا محتاجين توفيق بس في المباراه وان شاء الله نطلع بنتيجه جيده، لان المباراه النهارده نعتبر عنق الزجاجه. المباراه النهارده مباراه، مش هقول مباراه البطوله، مباراه الصعود من دوري المجموعات. اتحطينا خلاص في ظرف ان احنا لازم نعدي المباراه دي بنتيجه ايجابيه. هو ده بالظبط. لو يعني لاي سبب الاسباب، لو لا سمح الله ما كانتش النتيجه ايجابيه والمباراه انتهت بالتعادل، طبعا التعادل الى حد كبير هو نسبيا مفيد لبيتا كلوب، مش لينا احنا قوي، بس لو افترضنا كده تاني فده بالتالي يعني انا عايز اتكلم في كذا تفصيله في النقطه دي الحقيقه، بس نمشي واحده واحده. مبدئيا تخيل حضرتك لكيفيه اداره موسيماني لهذا اللقاء،
يعني هيحاول يقفل منطقه وسط الملعب ويعتمد اكتر على الهجمات المرتده، ولا بالعكس نتيجه اللي حضرتك بتقوله ان احنا اتحطينا في الموقف اللي ما بقاش فيه عندنا رفاهيه ان احنا حتى نفكر في تعادل، فبالعكس هيكون بيهاجم من اول لحظه، شايف ممكن موسيماني يتصرف ازاي؟ لا انا شايف النهارده المباراه يعني في اوقات كتيره جدا المدير الفني بيفكر ان المباراه خارج ملعبه ان التعادل بيكون في صالحك، لكن في الموقف اللي احنا فيه انا شايف ان التعادل مش هيكون في صالحنا قوي لو النتيجه مثلا اقل، لو 1-1 أو 0-0 او 2-2، لان ممكن في حال الاحوال ممكن يوصل الموضوع انك انت بتبقى مع فيتا كلوب، لان سيمبا متفوق وعنده ماتشات يعتبر سهله شويه. فممكن انت توصل في وقت من الاوقات في نهايه دوري المجموعات ان انت وفيتا كلوب هتوصل في عدد البنات زي بعض، فدي هتقابلك مشكله كبيره جدا لو انت تعادلت 0-0 او 1-1 طبعًا هناك. طبعا لائحه الفيفا بتقول ان في حال تعادل او تساوي الفريقين في عدد النقاط بيشوفوا نتيجه المباراتين، فانت متعادل هنا 2-2 برضو ده برضو عدم توفيق غريب جدا حصل لنا برضو ان احنا نتعادل 2-2 هنا، لان لعيبه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي مش سهل اللي يخش فيه في استاد القاهره هدفين طبعًا. فدي طبعًا. برضو من الحاجات الغريبه جدا اللي صعب الدنيا بالزبط. فاحنا انا شايف مستر موسيماني انه بيلعب النهارده المباراه على المكسب، لا بديل عن المكسب، انت بتلعب النهارده اكنك بتلعب على نهائي افريقيا، الكاس قدامك والبطوله قدامك، مش هتقصد البطوله لما تكسب المباراه دي. فزي ما بقول لحضرتك ان لعيبه النادي الاهلي عندهم الخبرات ان هي بيتحطوا في المواقف دي وبيقدروا يعدوها وبيقدروا يتغلبوا على المواقف دي، فاتمنى ان شاء الله النهارده في بس هدوء شويه، ولعيبه الاهلي عندهم الهدوء ده، اتمنى طبعا التوفيق للعيبه غير التوفيق للاعبينا المباراه اللي فاتت. انا شايف فريق فيتا كلوب دفاعيا مش 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 جامدين قوي، عندهم بعض المشاكل في خط الدفاع، بس هم عندهم ميزه كويسه قوي، بيعرفوا يطلعوا الكوره من الدفاع للهجوم وبيوصلوا كويس، وده على كان ملعبنا في استاد القاهره على ملعبهم طبعا مع المسنده الجماهيريه مع الجو مع الظروف كلها هيبقوا شكلهم افضل وعندهم روح المكسب طبعا، لان هم جات لهم فرصه ان هو بيلعب على بطل افريقيا وان هو يوصل بالشكل ده مباراه تعادل هنا في القاهره، دي طبعا بتدي له ثقه زياده. لكن زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يتغلب على كل الظروف دي ويطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. يا مسهل. طيب قبل ما نخش التفاصيل برضو وتوقعات، يعني ازاي ممكن يكون في خطط على الارض من قبل باتشو موسيماني، زي مثلا هنعتمد على مهاجم مثلا وهمي ولا هنعتمد على راس حربه صريح، الحاجات دي برضو خلينا نروح لها بس فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضرتك. نرحب بحضراتكم مره ثانيه، وزي ما احنا عارفين كل مباراه يعني بيلعبها الاهلي بيكون في كده استعدادات كمان في النادي علشان الاعضاء لما يحبوا يشاهدوا هناك المباراه ويتابعوها، وطبعا احنا برضو هنتكلم دلوقتي معانا مراسلتنا سالا حامد وهي معاها لقاء هناك مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان الاستعدادات اللي كنت بقول لحضراتكم عليها بخصوص بقى الشاشه وان الجمهور تابع المباراه اليوم. سالا بصبح عليكي واحنا سامعينك طبعا، وصبحي على ضيفك، اتفضلي. من جديد برحب بك يا نهاوند وبرحب بك يا كريم وطبعا بالكابتن احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني معي في هذه اللحظات من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف اكثر عن استعدادات النادي لاستقبال الاعضاء في مباراه اليوم وكمان اخر التطورات الانشائيه. يعني معي في هذه اللحظات الاستاذ السيد خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي وبصبح على حضرتك طبعا في البدايه. خير وبرحب بيكم وبرحب بالسادة المشاهدين. في البداية طبعا عايز أعرف من حضرتك النهاردة يعني استعدادات النادي لاستقبال الأعضاء في مباراة اليوم وطبعا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. طبعا النهاردة احنا عندنا ماتش، النهاردة نقدر نقول أول ان ده يوم مش عادي، يوم جميل للسادة الأعضاء كلهم وجماهير النادي بتستناه، لأن عندنا مباراة مهمة جدا جدا في البطولة الأفريقية، فده بيبقى يوم مش عادي، فبالتالي احنا كإدارة برضو بنستعد له بشكل غير عادي وغير تقليدي. في البداية طبعا أعضاء النادي احنا بندعوهم النهاردة ييجوا يتفضلوا عندنا في النادي، كل شيء متوفر ليهم بشكل جيد جدا. الأعضاء في العادي بيحبوا ييجوا يتفرجوا في النادي اكتر من البيوت، لان بيبقى في تجمعات طبعا وبتبقى يعني نفس شكل الاسره الواحده والعيله الواحده للنادي. اعضاء بييجوا يقعدوا مع بعض ويتمتعوا بيوم كامل من الاول الصبح لغايه اخر اليوم. احنا بالنسبه لنا عشان الماتش ده مهم جدا بالنسبه لنا،
بنستعد استعداد كامل الحقيقه من الصبح بدري زي ما حضراتكم شفتوا في النادي كله، في ارجاء النادي كله من اول الباب الناحيه الثانيه لغايه هنا. عاملين اكتر من مكان الحقيقه لمشاهده المباراه بكافه الاجراءات الاحترازيه، محافظه على التباعد بين الاعضاء وبين بعضها على قد ما نقدر طبعا. عندي اكتر من مكان المشاهده يمكن 6 أو 7 شاشات، عندي الشاشه الرئيسيه في الحديقه الرئيسيه وفي بعض الشاشات الفرعيه في اماكن النادي المختلفه عشان ما يبقاش في تجمع في مكان واحد، بحيث ان يبقى ايه في اكتر نقدر نقول اكتر يعني استعداد اكتر للتباعد بين الاعضاء ومن بعضها. في نفس الوقت احنا عاملين الحقيقه دعم جامد جدا للكراسي والترابيزات والشماسي، بحيث ان يبقى اي عدد يجي النهارده احنا على استعداد ان احنا نقابله. العضو يجي هيستريح جدا، هيلاقي مكان متوفر بشكل لائق يليق بيه، وفي تعليمات واضحه وصريحه ومباشره لاداره المنافس عندنا في النادي كلها، بحيث ان هي في اي وقت عضو النادي لما يجي يقعد زي ما هيلاقي مكان محترم يتفرج على المباراه، هيلاقي برضو كل الرغبات بتاعته كل طلباته احتياجاته متوفرة وبشكل سريع جدا. برضو في تعليمات عندهم ان الافراد اللي هم بيقوموا بتوصيل الخدمات للنادي يبقى للاعضاء متوفرين ومنتشرين بشكل كبير جدا، بحيث ان اي وقت العضو يحتاج حاجة يلاقيها من مأكولات من مشروبات من اي حاجة شبه ذلك يعني. تمام، نفس الكلام طبعا عشان تعرف الماتش الساعه 3 النهارده، فاحنا موفرين كم كبير جدا من الشماسي بحيث لو الشمس ان شاء الله هتبقى بس خفيف علينا، بس ان شاء الله يعني انا بدعو الاعضاء ان هم يجوا ما يلاقوش خالص. والمهم في الاخر المشهد، بس في الاخر ده اللي يهمنا ان المباراه الحقيقه يعني احنا نقوم يعني هم احنا عملنا اللي علينا، هم بقى ان شاء الله نفوز والاعضاء تفرح بحيث ان احنا نعدي المرحله دي، لان الماتش صعب شويه، ونخش في المباراه المقبله ان شاء الله ونعدي بقى المرحله في المباراه في بطوله افريقيا. طب بما ان حضرتك طبعا معايا النهارده، فعايز اعرف اكتر عن اخر التطورات الانشائيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني انا شايفه ان طبعا في منافس جديده بتتفتح هنا لاعضاء النادي الاهلي عشان تقدموا طبعا افضل خدمه للاعضاء داخل المقر. طبعا احنا ما بنقفش في الموضوع ده على طول الحقيقه، يعني احنا عندنا كم منافس كبير جدا منتشره في النادي كله، وفي منافس الحقيقه في الفتره القليله القادمه هتفتح، يعني يمكن تكونوا شفتوا حاجه قريبه هنا ان شاء الله، في منفس جديد هيفتح في خلال اسبوع بالكثير. في عندي اكتر من 35 منفذ جوه المقر بجميع بقى الفرايتيز بتاعه الاكل والمشروبات موجوده، بحيث ان احنا نقضي دايما رغبات النادي يعني. فدي بصفه مستمره الحقيقه احنا ما بنقفش عليها، وبنطور بصفه مستمره وبنجيب حاجات جديده يعني. والانشاءات طبعا زي البرنامج بتاع العيله الواحده الحقيقه المجلس الاداره يعني ما بيقفش، احنا على طول في تطوير وده اللوجو بتاعنا يعني، واحنا على طول بنطور الحقيقه. ففي دلوقتي انشاءات بتتعمل جديده جوه المقرات كلها مش هنا بس. بالنسبه لمقر الجزيره يعني حاليا اللي موجود ان احنا بنطور في الاضاءه بتاعت مخترقه الاستاد، وده اللي ماشي حاليا الوقت دوت. فبرضه بقول للاعضاء يستحملونا معلش لو في اي اماكن بنقفل مثلا شويه عشان الانشاءات، عشان بس ما حدش يتصاب او حاجه، فيستحملونا يعني التطوير اللي احنا ماشيين فيه يعني. أشكر طبعا حضرتك جدا على تواجدك معايا النهارده، مستيقظ ده وادعوا لنا بقى النهارده ان شاء الله. شكرا شكرا. دانا هواندو يا كريم، كان لقائنا مع الاستاذ السيد خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره من داخل مقر النادي، والان العوده مره اخرى للاستوديو. بنشكرك وبنشكر ضيفك، واكيد احنا هندعي لنفسنا وندعي لفريقنا طبعا، يعني ان شاء الله النهارده يكون فوز مؤكد. احنا زي ما قلنا مش حمل ابدا ولا في رفاهيه حتى التعادل، نتمنى ان يكون النتيجه ان شاء الله بفوز الاهلي. عوده لضيفنا العزيز كابتن احمد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي السابق. انا معلش عايز ارجع برضو لنقطه كده كنا بنتكلم فيها، بعد كده هنستكمل كلامنا عن تفاصيل اللقاء. فكره يعني الكام يوم اللي فاتوا الكلام عن درجات الحراره وعن الرطوبه وعن توقيت اقامه المباريات او المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي في الفتره الاخيره اتكرر كتير. انا عايز اسال حضرتك بحكم ان انت خدت التجربه دي انت شخصيا قبل كده مع النادي الاهلي ولعبته فرق افريقيه في اجواء برضو مش مواتيه قوي، درجات حراره عاليه رطوبه مرتفعه الى اخره، فعلا بتفرق بقى يعني؟ احنا كلنا يعني عارفين حتى من خلال اراء المتخصصين ان بتفرق، بس انا عايز اعرف بقى براي لاعب خاض التجربه الى اي درجه فعلا بتفرق التفاصيل الجوية دي في أداء، يعني تنعكس بالسلب أو بالإيجاب على أداء اللاعبين في الملعب؟ أكيد طبعا لما تلعب في درجة حرارة 40 مثلا غير ما تلعب في درجة حرارة مثلا 25 26، بالنسبة للاعب المجهود اللي بيعمله اللاعب يعني أنت بيستنفذ
في وقت قليل من المباراه لو بتلعب في درجه حراره عاليه. لكن لو الجو مثلا لطيف وكويس اللعيب بيقدر يلعب، ممكن يلعب ساعه ونص ماتش كامل، ممكن يلعب اكسترا تايم كمان، وممكن يلعب وقت اطول. لكن في درجات الحراره العاليه بتبقى مشكله كبيره جدا بتقابل اللاعب. طب هل النقطه دي الاتحاد الدولي لكره القدم مثلا واخد باله منها بيراعيها، او الاتحادات الاقليميه بتبقى مراعيه التفاصيل دي وهي بتحدد مواعيد اقامه المباريات الفتره اللي بعدها؟ اكيد طبعا. المفروض كل المنظومه بتشتغل لمصلحه اللاعب، يعني بتختار الوقت اللي هو بيقدر يعني اللعبه دي. اصلا لعبه كره قدم بتمتع جماهير كبيره جدا، فهو عايز اللاعب يعني يمتع شريحه كبيره جدا من الشعوب. عشان وده امتى بيحصل؟ لما بيكون مثلا الجو كويس. بس برضه في بلاد افريقيه الجو بالنسبه لها على طول بيبقى بالشكل ده، فانت مش هتقدر تتحكم في الموضوع ده. لكن هو فعشان كده اللائحه بتتحط في الاتحاد الافريقي بيقول ان المباراه على ملعب مثلا فيتا كلاب، فيتا كلاب هي اللي بتقدر تحدد المباراه الساعه كام واليوم الفلاني بيساوي، بيديك يومين مثلا، خلي المباراه مثلا من يوم كذا ليوم كذا، اختار انت الوقت. كل دوله او كل نادي هو المسؤول على تحديد المباراه في وقتها. النادي الاهلي برضه مباراه الافريقيه بيختار قبليها المباراه بتبقى الساعه كام، وتختار اليوم، فده بتتبعت قبليها. فالنادي الاهلي اللي انا بتكلم فيه انك انت يعني مواعيد التمرين، يعني اكيد النادي الاهلي قبل سافر قبل المباراه مثلا بحوالي 4 ايام، فتمرن يومين على الاقل في الجو ده. فانت متعود اللعيب على الجو ده، بتعوده على ارضيه الملعب، بتعوده على شكل الملعب، المباراه بجمهور. دي كنا بنتكلم في النقطه دي برضو، ازاي احنا على ماتشاتنا اكيد كل دوله هي المسؤوله ان خلاص احنا بنقابل وباء، بنقابل مشكله في عدد الجمهور. هم ما عندهمش المشكله دي ان درجه الحراره عاليه، فعندهم الاصابات قليله او ممكن ما عندهمش اصابات خالص، فهم اكيد متفقين مع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي زي مباراه سيمبا ان عدد المتفرجين كان 30,000 طبعا. فاكيد برضو هم بالشكل ده اكيد بياخدوا ميزه عننا، بس انت برضو لازم تاخد بالك ان احنا بقالنا فتره قبل موضوع اصلا وباء كورونا كنا بنلعب بس المباراه برضو بغير جمهور. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه المسؤولين عن الرياضه، السيد وزير الشباب مع وزاره الداخليه مع رئاسه الجمهوريه، خلاص بقى نقدر شويه شويه نخلي مثلا عدد المباريات 5,000 شويه شويه 10,000 لغايه لان فعلا منظومه كره القدم ناقصها المتفرج، ناقصها المشجع. طبعاً. ودي بتفرق مع الانديه الكبيره زي النادي الاهلي وزي نادي الزمالك زي نادي الاسماعيلي. وهنشوف نادي الاسماعيلي مثلا في مشكله بتقابله الفتره دي ليه؟ لانه نادي الاسماعيلي بيلعب برضه بغير جمهور. يعني نادي الاتحاد السكندري الانديه الجماهيريه دي مش بتقابلها، لان دي حاجه الجمهور ده او المشجع ده عنصر مهم طبعاً. جدا في ادائك. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه المسؤولين كلهم ازاي نقدر نرجع بشكل الملعب يكون زي ما قلنا كده حوالي مثلا 5,000 متفرج، وعلى تباعد الاجراءات الاحترازيه اللي بتتاخد في افريقيا مثلا في ماتشات كتيره جدا. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه نقدر نعدي النقطه دي. طيب هل ممكن نقول برضو يا كابتن احمد مشاركه المدرب باكثر من مره في فكره هنا دوري ابطال افريقيا ممكن ان هو يضيف؟ يعني لو قارنا بين موسيماني مثلا وفلوران، هنا كان 5 وهنا كان 5، ولكن الفوز كان 3 مرات لموسيماني وفلوران كان مرتين. ده سريعا حتى بقارن بالارقام، يعني هل الخبره برضو تفرق الى حد ما؟ يعني خلينا نفهم بالظبط، يعني كده لو قارنا بالخبره المفروض موسيماني خبره افضل. بص احنا يعني برضو لازم نرجع بخطوه ورا شويه. اختيار مجلس الاداره لمستر موسيماني، ليه اختار النادي الاهلي مستر موسيماني؟ مع تجربه غريبه جدا ان يجيبوا مدرب افريقي جديده. وبالنسبه للنادي الاهلي رائد الكره المصريه ورائد افريقيا، لما يجيب مدير فني بيجيب مدير فني من مدارس مثلا برتغاليه برازيليه اسبانيه انجليزيه، وده اول مره مجلس اداره النادي الاهلي. وساعتها حصل كلام كتير جدا في السوشيال ميديا ازاي النادي الاهلي يجيب مستر موسيماني وازاي يختار مدرب افريقي ومع كلام زي ده اتقال طبعا. لكن في الاخر كانت النقطه ايجابيه لمجلس اداره في النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وازاي ان هو الاختيار كان اختيار فعلا صحيح، وازاي ان النادي الاهلي مع مستر موسيماني يقدر ياخد بطوله، خد بطوله افريقيا والبطوله التاسعه، وان شاء الله نقدر البطوله العشرة السنه دي من المباراه الاخيره المباراه الاخرى نعدي المشاكل دي. مستر موسيماني واخد الخبرات دي مع فرقه سان داونز الجنوب افريقي وعامل بيها نتائج ايجابيه واخد بيها بطوله افريقيا وكمل ده، يعني ما اتقالش مثلا ان هو كان مع فرقه جنوب افريقيا عامل نتيجه، لا جه واكد المعلومه واكد خبراته مع النادي الاهلي
ونجح مع النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله هو كان مستر موسيماني عنده نقطه مميزه جدا ودي تبقى حلوه قوي على المدير الفني، دي مش بتقلله ان هو موفق جدا، زي ما بقول محظوظ ان هو يمسك النادي الاهلي، ومحظوظ ان هو ياخد بطوله مع اول ما يجي يمسك ياخد بطوله افريقيا اللي بعيد عن النادي الاهلي بقى فتره طويله جدا. حسدنا بقى بالنقطه دي حصل. هل هو حسد كابتن احمد فعلا ولا الموضوع ان احنا لسه تحت يعني او قعدنا فتره طويله تحت لسه فكره المونديال والمركز الثالث؟ يعني أكيد هي أكيد بطبيعه الحال لازم هتاثر، بس المفروض تاثيرها ما يمتدش يعني لمراحل متقدمه. بتهيألي ده اللي بيحصل على طول، لعيبه النادي الاهلي بعد كل بطوله بتفصل خلاص، خدنا بطوله الدوري خلصت، دخلنا على بطوله افريقيا خدنا بطوله افريقيا خلصت، عندنا بطوله مهمه ثانيه. ده النادي الاهلي دي طبيعه اللاعب النادي الاهلي اللي هو ما بيلحقش يفرح قوي او بياخد فتره طويله في فرحه او بياخد فتره طويله في زعله، على طول بيخلص بتخلص بطوله بيخش على بطوله جديده. هو يعني كل كوم وفكره ان احنا يعني برونزيه مونديال العالم للانديه دي أكيد خلت عند المشجعين عند المتابعين تشبع يعني ايه جدا يعني جدا. بعدين ايه خلاص بقى احنا قاعدين ايه يعني عارف مالي مركزك وخلاص مفروغ بقى من المباريات اللي جايه. أيوة دي تحصيل حاصل اللي خلانا لاعبنا كبار العالم حصل، فاكيد هيبقى الموضوع اسهل نسبيا لما نتكلم على كبار افريقيا، لكن ده حصلت فيه عكوسات. ده فعلا اللي حصل، اللعيبه سرحت شويه، سرحت في المكسب، سرحت في قطر، في الملاعب الجميله، في الفرق الكبيره، شكل مختلف تماما انك تلعب في كاس العالم للانديه وبتلعب في مباراه افريقيه بره كمان بره ملعبك، الموضوع مختلف تماما. لعيبه النادي الاهلي المره دي الفرحه طولت شويه، حتى كمان حصل بعض النتائج السلبيه في الدوري والاداء ما كانش مميز في بعض المباريات، اللعيبه واخده وقت شويه. بس انا شايف بعد فوز مباراه النادي الاسماعيلي مع انا شايف مباراه فيتا كلاب النادي الاهلي المباراه الاولانيه قدم مباراه كويسه جدا، بس عدم التوفيق خلانا قلقانين، لان فعلا فرص كتيره جدا ضاعت في المباراه. النتيجه السلبيه اللي في المباراه خلتنا قلقانين، بس انا زي ما بنقول ان شاء الله قادرين ان احنا نعدي المباراه دي على خير، ولو عدينا المباراه دي على خير ان شاء الله يبقى خلاص عدينا دور المجموعات باذن الله. بتهيألي ممكن فعلا ساعتها بقى زي ما بيقولوا مش النحس اتفك ولا حاجه، بس يعني زي ما بيقولوا خلاص الدنيا ابتدت تمشي تاني او تعود مرة تانية مع الأهلي زي ما كانت في السابق. وأتمنى بس ونأكد على فكرة هنا يعني إهدار الفرص يعني أكيد يعني فكرة هنا أو سيناريوهات إهدار الفرص الضائعة دي أتمنى إن هي لا تكرر أكيد مرة تانية، لأن زي ما حضرتك قلت المباراة اللي كانت هنا في مصر كانت غريبة جدا، ويعني وفعلا زي ما تحس إن الموضوع مش مفهوم، هو كان إيه اللي بيحصل يعني كنا بنلعب كويس بس في حاجة غريبة يعني. ما هو ده بيحصل في فرق كبيرة جدا وبيحصل اللعيبة كتير جدا مميزة، حصل مع دوريات مختلفة اسباني والانجليزي. بس احنا النهارده ما عندناش فرصة ان هي تتكرر مرة ثانية. لا ان شاء الله، عايزين بس التوفيق لوتر بواليا لو لعب ان شاء الله. اللعيب بيأدي ماتشات كويسة جدا بس مقابله سوء حظ غريب جدا، اذا كان محمد شريف، اذا كان مروان، صلاح محسن لما نزل المباراة اللي فاتت احرز هدف جميل جدا. مهاجمين النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق النهارده مع قفشه، مع السوليه، مع كل اللعيبه، ان شاء الله نقدم مباراه كويسه ونفرح جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاجين جماهيري، محتاجين يفرحوا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب باذن الله باذن الله. طيب احنا عايزين بقى ايه نعرف الناس بعد التوقعات، كنا احنا قلنا في بدايه حلقه النهارده توقعات حضراتكم ايه بالنسبه لنتيجه المباراه، ما تسمعينا كده يا اسمعكم يلا ناخد فكره. طيب انا هقرا معلش اسمحوا لي بقى من التليفون علشان الموضوع يعني يبقى بشكل كمان سريع. هقرا مع حضرتك سريعا. استاذ محمد فراج بيقول 1-0 للاهلي، عايزين نشوف التوقعات الكومن الكتيره. استاذ سيد بيقول 2-0، محمد حاتم 2-0، هيما 1-1. مش حلو ده، مش حلو ده يا كابتن. هو جماهير جماهير النادي الاهلي لسه مش مدركين الموضوع قوي، مش عارفين الموضوع ممكن يوصل ليه. عشان كده هيثم محمد 1-0. مايا اشرف هي بتقول نفسها ان هم يحققوا فوز بس مش كاتبه بقى التوقع يعني. علي عبد العمراني، انا مش عارفه اقرا الاسم بصراحه، 2-0. ما تكمل انت بقى.
طب ما بتكبرش الشاشه عن كده؟ ما عشان مش عارفه اقرا عشان مش الموضوع مش طب والنبي يا كابتن احمد كده خد فكره هتعرف تقرا انت اصلا قريت اللي فات ازاي؟ انت عامله خطوط صغيره جدا انت قريت اللي فات ازاي احنا مش عايزين بس نزعل والله الناس فعشان كده بنحاول على قد ما نقدر بس انا اقدر اسماء الناس نفسها يعني انا هقول لك على حاجه يعني ابراهيم مثلا تايسون برده 2-1 احمد خميس 1-0 عبد المنعم 2-0 يعني انا مش شايفه حد برده كابتن احمد خارج عن 2-0 او 1-0 يعني ما فيش جوال اعلى من كده بص المباراه اللي فاتت والفرص اللي ضايعه لو طبيعي اللوجيك في في في, في نتيجه المباراه الاهلي يكسب المباراه دي على الاقل 4-5 صحيح فرص غير طبيعيه قابلت ووتر بواليا اذا كان صلاح محسن قصدي اذا كان مروان محسن اذا كان محمد شريف فرص بالجمله فرص بالجمله في المباراه لكن فهم شايفين اداء المباراه النادي الاهلي في المباراه انا شايف برضو حارس فريق فيتا كلاب انا شايف من وجهه نظري ضعيف جدا بس كان موفق يومها بطريقه غريبه جدا الكره بتخبط في دي مثلا وتخبط في العارضه الكره بتبعد عن الجون اللعيبه تركيزهم كان قليل شويه ما تعرفيش اليوم كان استقبال لسلسله النحس اللي قابلتنا في الماتش والغريب فعلا حكم المباراه يعني لا البنالتي ده موضوع تاني ده المفروض بقى نقعد غريبه جدا شهر نتامل اللعبه دي غريبه جدا بناء عليها اولا ولا فيها اي زقه او دفعه او اي حاجه ثانيا خارج بره ال 18 والحكم برضو من الحكام الجيدين جدا في افريقيا معروف ان هو انا قابلت كابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه قال لي المشكله الحكم ده احنا عارفينه مدرب حكم جيد جدا فده برضو اللي بيوصلك في الاخر ان انت مش موافق يومها ان يجي لك حكم مش موافق في لعبه زي دي مع لعيبه مش موافقه هو بيبقى مش يومك بتحصل على فكره للناس كلها بتحصل. في مجالات مختلفه أكيد. بيبقى فعلا الواحد مش يومه يعني اتمنى بقى النهارده ان شاء الله خلاص بقى يبقى يومنا اللي احنا مش هنستحمل يومين ورا بعض بهذا القدر من الدعم مش هنستحمل يومين ورا بعض ان شاء الله خير باذن الله هي كلها خلاص 3 ساعات بالكثير بيفصلونا عن بدايه المباراه اللي اكيد بنتمنى من خلالها كل لاعبتنا التوفيق وبنتمنى ان شاء الله بكره نهاوند تبتدي معانا بصباح النصر ان شاء الله باذن الله نورت الدنيا كابتن احمد سعداء لوجودك معانا بنشكرك وانا كمان مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده وان شاء الله يكمل اليوم بفوز النادي الاهلي ان شاء الله ونبقى مبسوطين كلنا ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن احمد نشوف حضراتكم بكره حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي